اهلا بكم حبايبي طلاب جريد 5 في درس جديد على قناه برايفت ماث ليسونز. today ان شاء الله هناخد ليسون 1 اللي بعنوان approximating to the nearest hundreds and thousands. الدرس بتاعنا النهارده من الدروس السهله وعندنا فكره كبيره عنه من السنه اللي فاتت اللي هو السكند تيرم في جريد 4. يلا مع بعضنا نبدا الدرس ونشوف ازاي هنعمل approximating للنيرست hundreds. الدرس عندنا مقسوم جزئين، اول جزء هنعمل approximation للنيرست هاندردز والجزء الثاني للنيرست ثاوزندز. طيب احنا قلنا اهم حاجه في درس الابروكسيميشن ان انا احدد البليس اللي هعمل عنده ابروكسيميشن. البليس اللي عندنا في الدرس ده اسمه الهاندردز. طيب ممكن يجيبها لي بصوره ثانيه يقول لي ابروكسيميت تو ذا نيرست 0.01، او ممكن يقول لي 1 اوفر 100. كل الكلام ده بمعنى 1 بارت فروم 100 بارتس، اللي هو البليس اللي اسمه hundreds. حاجة كمان، لما اجي اعمل approximation للنيرست hundreds لازم يكون عندي في الاجابة two decimal digits only. طيب يلا نشوف example كده ونشرح عليه. انا عندي النمبر ده متكون من ايه؟ من whole ones و decimal fraction. الديسمال fraction ده عايز اعمل له approximation للنيرست hundreds. اول حاجة اعمل ايه؟ احدد المكان اللي اسمه hundreds، اللي هو ده، هو ده المكان بتاعنا. بعد كده بنعمل ايه؟ زي ما اتعلمنا السنه اللي فاتت، اجي على الرايت من البليس ده واعمل شرطه كده. وبعدين نعمل ايه؟ نشوف الديجيت اللي على الرايت من الشرطه دي او اللاين ده، الديجيت ده هيزود لي 1 على البليس ده ولا مش هيزود؟ طب امتى كان يزود وامتى ما كانش يزود؟ لو هو less than 5 مش هيديني 1. لو هو من اول ال 5 لحد ال 9 يزود لي 1. طيب انا ال 4 هنا تزود ال 3 1؟ لا مش هتزود 1، يبقى مش هنكتب لا ال 4 ولا الايه ولا ال 6 وتفضل ال 3 زي ما هي. يبقى الانسر بتاعتي بنكتب علامه الابروكسيميشن 7 and 53 hundredths، يعني 7 and 53 parts from 100 parts. طيب يلا اللي بعديها، عندي هول ones اسمه ايه؟ اسمه 28. فين الديسمال فراكشن؟ كل الديجيتس دي 342 thousandths، يعني 342 بارتس فروم 1000 بارتس. عايزين نعملهم ابروكسيميشن للنيرست هاندردز. يعني ايه؟ اشوف بس التو بليسز دول. ليه؟ لان انا لما احدد البليس اللي اسمه هاندردز هو ده، نيجي على الرايت منه نعمل الشرطه دي كده ونشوف التو تزود ولا ما تزودش. التو مش هتديني 1، يبقى مش هنكتبها ونكتب جاست التو ديجيتس دول. يبقى الانسر بتاعتي 28.34 هاندردز. طيب يلا اللي بعد كده، عايزين نعمل ابروكسيميشن للنيرست هاندردز. فين البليس اللي اسمه هاندردز؟ هو ده. امال البليس ده اسمه ايه؟ اسمه تنس، وده يونتس، وده تنس بالايه؟ بالاس نوت بالتي اتش. طيب بعد كده نعمل ايه؟ نحط شرطه كده، نسال نفسنا ال7 تزود ال21 ولا ما تزودش؟ تديها 1، يبقى ما نكتبهاش هي ولا ال1، وال2 نخليها ايه؟ نخليها 3، نزود ال21 تبقى 3. يبقى الديسمال نمبر ده approximated to 27 and 13 hundredths. اوكي؟ طب يلا هنا عايزين نعمل approximation للنيرست hundredths. أول حاجة نعمل إيه؟ نروح على البليس اللي اسمه hundredths. أهو هو ده. نحط شرط على الرايت منه. بعد كده نعمل كده. الـ 5 تديني 1 ولا ما تدينيش؟ تديني 1. يبقى نخلي الـ 7 8 والـ 5 نعمل لها cancellation. يبقى الأنسر بتاعتي 4 and 55. hundreds. يلا مع بعضينا نشوف example 1. بيقول لي approximate each of the following numbers to the nearest hundreds. أهم حاجة في التايتل ده الكلمة دي. دي اللي بتعرفني فين البليس اللي هشتغل عنده. hundreds اللي هو second place from the right of the decimal point. أدي الديسمال بوينت أهي. فين السكند بليس من الرايت؟ أدي 1 2، يبقى هو البليس ده. أوكي؟ نيجي كده على الرايت منه نعمل الشرطة. ها؟ ال 3 تزود ال 2 ولا ما تزودهاش؟ مش هتزودها. يبقى هنكنسل ال 3 ونسيب ال 2 زي ما هي. يبقى ده is approximated to 14.5852. يلا اللي بعد كده. نروح على البليس اللي اسمه hundreds اللي هو ده. Second place from the right من الديسبل بوينت. نعمل الشرط. ها؟ ال 8 تزود ال 1 ولا ما تزودوش؟ تزيد له 1، يبقى كام؟ يبقى 2. يبقى ده يبقى approximated to، طبعا هنشيل ال 8 وهنشيل ال 4. يبقى 5.90 كام؟ 92. يلا هنا second place from the right اللي هو الزيرو ده، نيجي على الرايت نعمل شرط.
ال 5 تديله ولا لا؟ ال 5 تزود ال 0 1 تخليه ايه؟ تخليه 1. يبقى ده هيبقى 0.7871 وال 5 دي مش هنكتبها. يلا اللي بعد كده لازم نشوف جاست تو ديسمال بليسز. ال 100 بليس اهو هنيجي على الرايت منه نعمل شرط، نعمل السهم بتاعنا اللي بيقول لنا ال 6 هتدي لل 9 1 ولا مش هتدي لها؟ هتدي لها 1. ليه؟ علشان ال 6 جريتر ذان ال 5، واحنا قلنا ان الديجيتس اللي هتديني 1 5 6 7 8 9. طيب لما ال 9 اديها 1 تبقى كام؟ تبقى 10. ينفع اكتب ال 10 هنا؟ لا ما ينفعش. امال اعمل ايه؟ احط 0 ونكاري اب 1 على ال 7 تبقى 8. يبقى النمبر ده از ابروكسيميتد تو 25.80. وانا دايما بحب اكتب تحت كده، يعني النمبرز لما بزودها بكتبها تحت هنا. يلا هنا فين ال 100 بليس اهو؟ نعمل الشرط ال 7 تزود ال 9 ولا ما تزودهاش؟ تزودها، تخليها ايه؟ تخليها 10. مش هينفع اكتب ال 10 هنا. طب نعمل ايه؟ نحط 0 ونكاري اب 1 على 9. طيب 1 و 9 10، ينفع اكتب 10 هنا؟ لا. امال اعمل ايه؟ احط 0 وكاري اب 1، احط الديسمال بوينت. 1 و 6 is 7 و 3 10. يبقى ده is approximated to 37. حط كده ونحط ال 2 decimal places علشان نوضح ان احنا عاملين approximation لل nearest hundreds. طيب يلا هنا ادي ال hundreds place اللي هو second place from the right من ال decimal point. ال 5 هتزود ال 9 1 تبقى 10، ادي 0 ونكاري up 1. 1 و 9 is 10، 0 ونكاري up 1. 1 و 0 is 1 ونحط decimal point. يبقى ده is approximated to 1. طبعا ال 5 مش هنكتبه. يلا اللي بعد كده عندي fraction. الاول لازم احوله لديسمال fraction، يعني ده هيكوالز معايا ايه؟ 0.014. يبقى انا لما يجي لي fraction لازم الاول احوله لديسمال fraction، والميكسد نمبر نحوله لديسمال نمبر. طيب فين ال 100 بليس اهو؟ اللي عنده ال 1 نيجي على الرايت. هل الفور تدي للون حاجة؟ لا، الفور مش هتزوده. يبقى ده يبقى نشيلها ونكتب النمبر زي ما هو من غير الفور. يلا نحول الميكسد نمبر. انا عندي تو، خلاص يبقى هنكتب التو في الهول وانز. بس الفراكشن ده هل ينفع احوله على طول لديسمال فراكشن؟ لا طبعا ما ينفعش. ليه؟ علشان الدينومينيتور عندي لازم يكون 100 او 1000. طيب ده 200، لو عملنا divided 2 ينفع نعمل لل 13 divided 2؟ مش هينفع. امال اعمل ايه؟ اعمل كده، ده هيكوالز معايا 2. عندنا 13 200 نعمل تايمز 5 اوفر ال 5. ليه؟ علشان 200 تايمز ال 5 هتديني ايه؟ 1000. لازم نحفظها. وال 2 تنزل، وال 13 تايمز ال 5 3 تايمز 5 يديني 15. 5 and we have 1. 5 times 1 يديني 5 plus 1 يديني 6. كده اقدر احولها، هتبقى عباره عن 2.06 and 5. يلا نعمل ابروكسيميشن للنيرست هندردز. نعمل ايه؟ نشاور على البليس اللي اسمه هندردز، حط شرطه كده اللاين بتاعنا. ال 5 تزود ال 6 1 ولا ما تزودهاش؟ زودها، تخليها كام؟ تخليها 7. يبقى النمبر ده هيبقى ابروكسيميتد تو 2.07. وطبعا ال 5 بعمل لها كانسليشن. وزي ما انتم شايفين الابروكسيميشن للنيرست هندردز لازم يكون عندي 2 ديسمال بليسز افتر الايه؟ الديسمال بوينت. يلا مع بعضنا نشوف اكزامبل 2. يقول لي فايند ذا ريزلت اوف ايتش اوف ذا فولوينج ذن ابروكسيميت ات تو ذا نيرست هندردز. يعني هنعمل الاوبريشن اللي قدامنا وبعد كده نعمل ابروكسيميشن. طيب نيجي نبص هنا 5432 divided 1000. لما بنيجي نعمل division over 10 او 100 او 1000 بنحرك الديسمال بوينت towards left بعدد الزيروز. يعني عندي هنا 3 زيروز، طب فين الديسمال بوينت عندي في النمبر ده؟ موجوده على الموست رايت، موجوده هنا كده. نعمل ايه؟ طالما بنعمل division يبقى هنحركها left. يبقى انا عندي 1 2 3 هتيجي هنا between ال 5 and ال 4 تبقى 5.432. طيب يلا نعمل ده ابروكسيميشن للنيرست هندردز. نروح على طول على هندردز بليس اللي هو فين؟ اللي هو اهو، هو ده اللي هو السكند بليس فروم ذا رايت من الديسمال بوينت. حط بقى كده الشرطه بتاعتنا.
نشوف التو هتزود الثري ولا مش هتزودها؟ مش هتزودها، تفضل الثري زي ما هي ونكنسل التو. يعني ده is approximated to 5.43. يلا نشوف اللي بعد كده. عايزين نعمل addition لتو decimal numbers. أول حاجة لازم أتأكد إن عدد الديجيتس في الديسمال فراكشن هنا وهنا قد بعض. يعني نعمل balancing between التو numbers دول. أنا عندي هنا 3 decimal places. يبقى لازم يكون في عندي هنا برضو 3 decimal places. هنعمل إيه؟ نحط هنا كده 0. يلا نعمل sum 8 plus 0 يديني 8. 5 plus 7 يديني 12 2 وهنكاري up 1. 1 plus 3 is 4 plus 5 يديني 9. حط decimal point. 5 plus 2 يديني 7. 1 plus 1 يديني 2. يلا نعمل approximation للnearest hundreds. نروح يلا على البليس اللي اسمه hundreds، هو ده. حط دوت تحتيه كده. كان نعمل الشرطة دي كده. يلا ال 8 تزود ال 2 ولا ما تزودهاش؟ ال 8 تديها 1 تبقى 3. وال 8 نعمل لها cancellation. يبقى النمبر ده is approximated to 27.93. اللي بعد كده نتأكد هل في balancing between the two decimal numbers. عندي هنا 1 2 3 places، عندي هنا 1 2 3 4، يبقى نزود هنا 0. يلا نعمل subtraction. 0 minus 4 ينفع؟ ما ينفعش. هنبر 1 من ال 8 تبقى 7 وال 0 يبقى 10. 10 minus 4 يديني 6. 7 minus 2 يديني 5. 2 minus 5 ما ينفعش لأن ال 2 less than ال 5. هنبر 1 من ال 5 تبقى 4 وال 2 تبقى 12. 12 minus ال 5 يديني 7 وعندي 4 minus 0 يديني 4. وبعد كده 8 minus 7 يديني 1 و 5 minus 1 يديني 4. عشان نعمل approximation نحدد أول حاجة البليس، هو ده. نعمل لاين كده ونشوف ال 5 هتزود ال 7 ولا مش هتزودها؟ هتزودها، هتخليها 8. وال 5 واللي جنبها كل اللي على الرايت يتعمل له كانسليشن. يبقى النمبر اللي هيطلع عندي 41.48. طيب يلا هنا عندي تو فراكشنز نحولهم هما الاثنين لديسمال نمبرز. ازاي؟ انا عندي هنا الدينومينيتور فيه 4. كنا بنعمل ايه عشان نخلي ال 4 يا اما 10 يا اما 100 يا اما 1000؟ ال 4 كنا بنعمل لها تايمز 25. يبقى انا عندي هنا 7 وعندي هنا 3 ديفايد 4 هنا تايمز 25 ديفايد ال 25. الكلام ده هيبقى ماينس، عندي هنا هيبقى 5 وعندي هنا 19 ديفايدد ال 500. ال 500 يا اما هنوصلها ل 100 يا اما هنوصلها ل 1000. عشان اوصلها ل 100 نعمل ديفايدد 5. ال 19 مش هينفع اعمل لها ديفايدد 5. يبقى نعمل ايه؟ نعمل تايمز 2 ديفايدد 2. يتحول معايا المنظر لكده. هنا هيبقى 7. 4 تايمز 25 يديني 100. طيب وهنا 3 تايمز 25 يديني 75. الكلام ده هيبقى ماينس. ال 5 تنزل زي ما هي. هنا 500 تايمز ال 2 يديني 1000. 19 تايمز 2 9 تايمز 2 18 8 and we have 1. 1 تايمز 2 is 2 plus 1 يديني 3. اوكي؟ يبقى نقدر دلوقتي نحول ال 2 ميكسد نمبرز دول لديسمال نمبرز. ازاي؟ هنقول كده 7 هنا بوينت 75، الكلام ده ماينس 5.038. طيب في بالانسنج، هنا عندي في 3 ديجيتس، عندي هنا 2 ديجيتس، يتحط هنا 0. يلا نعمل سبتراكشن. 0 ماينس ال 8 ما ينفعش، هنبور 1 من ال 5 تبقى 4 وال 0 تبقى 10. 10 ماينس ال 8 يديني 2. 4 ماينس ال 3 يديني 1. 7 minus 0 يديني 7. decimal point تنزل. 7 minus 5 يديني 2. يلا نعمل approximation، نقف عند ال 100 زي نيجي على الرايت منه. ال 2 مش هتزود ال 1، نعمل لها cancellation ويفضل ال 1 زي ما هو. يبقى ده is approximated to 2 and 71 hundredths. طيب يلا نشوف اللي بعد كده. يقول لي try by yourself approximate each of the following to the nearest hundreds، اللي هو السكند بليس
from the right من الديسمال بوينت اللي هو مين اللي هو ده. نيجي على الرايت منه نعمل شرطة الفور مش هتزود التو، يحصل لها كانسليشن ويفضل النمبر ده زي ما هو. يلا هنا ادي ال 100 بليس، ال 7 هتدي 1 لل 0، ال 0 يتحول ل 1 وال 7 واللي جنبها على الرايت يحصل له كانسليشن يديني 35.11. هنا هو ده البليس بتاعي اللي اسمه 100، حط لاين على الرايت منه كده ونشوف ال 5 هتزوده ولا مش هتزوده. ال 5 تديني 1، ال 9 تبقى 10، مش هينفع اكتب ال 10 في جاست 1 بليس، يبقى نحط 0 ونكاري اب 1. 1 و 5 يديني 6 وال 5 تعملها كانسليشن يبقى عندي 1.60. يلا الفراكشن ده يتحول الاول لديسمال فراكشن، بعد كده البليس اهو ال 7 هتزود ال 5 1 تبقى 6 ويحصل لها كانسليشن يبقى 0.06. نيجي اللي بعد كده يقول لي find each of the following to the nearest hundreds. الاول لازم اعمل اوبريشن، هنا نعمل بالانسنج، حط 0 2 بلس 0 يديني 2، 4 بلس 5 يديني 9، 5 بلس 7 12 2 وهنكاري اب 1، 1 و 5 6 بلس 3 يديني 9. عشان نعمل ابروكسيميشن هنقف عند ال 100 بليس، نيجي على الرايت نعمل الشرطه بتاعتنا ونشوف ال 2 هتزود ال 9 ولا مش هتزودها. ال 2 مش هتزودها، نعمل لها كانسليشن يبقى الابروكسيميتد نمبر عندي 9.29. يلا هنا في عندي بالانسنج 5 ماينس 7 ما ينفعش، هنبور 1 من ال 6 تبقى 5 وال 5 تبقى 15، يبقى ده هيكوالز معايا الاتي 15 ماينس 7 هنكاونت على ايدينا من بعد ال 7 لحد ما نوصل لل 15 تديني 8. يلا 5 ماينس 5 0، 2 ماينس 1 يديني 1، 5 ماينس 3 يديني 2 وال 1 تنزل. ادي الديسمال بليس اللي اسمه 100، ال 8 هتزود ال 0 1، ال 0 يبقى 1، يبقى النمبر ده از ابروكسيميتد تو 12.11 وطبعا ال 8 يحصل لها كانسليشن. يلا مع بعضنا نشوف الجزء الثاني من الليسون اللي هو الابروكسيميتنج تو ذا نيرست ثاوزندز اللي هو 3 ديسمال بليسز. وممكن يقول لي ابروكسيميت تو ذا نيرست 0.001 اور 1 اوفر 1000. يعني لو جاب لي الشكل ده افهم منه انه بيقول لي اعمل ابروكسيميشن للنيرست ثاوزندز، وبرده لو جالي الايه الشكل ده. طيب هنحل ازاي؟ اول حاجه نحدد البليس اللي اسمه ثاوزندز اللي هو ده اللي هو الثيرد بليس فروم ذا رايت من الديسمال بوينت، ده التنس ده الهندردز ده الثاوزندز. وبعد كده نعمل الشرطه بتاعتنا ونشوف ال1 هيزود ال2 ولا مش هيزود ال2. ال1 مش هيزود ال2، نعمل له كانسليشن وال2 تفضل زي ما هي. يبقى النمبر ده هنعمل ابروكسيميشن للديسمال فراكشن بتاعه للنيرست ثاوزندز يبقى ايه؟ يبقى كده. طيب نيجي اللي بعد كده، اول حاجه نروح على البليس اللي اسمه ثاوزندز، نعمل شرط على الرايت منه، ها ال4 هتزود ال5 ولا مش هتزودها؟ ال4 مش هتزود ال5. ليه؟ علشان ال4 less than 5، احنا قلنا الديجيتس اللي بتزود ال5 وال6 وال7 وال8 وال9. طيب نعمل ايه؟ نكنسل الفور ويفضل النمبر زي ما هو. طيب نيجي هنا، يلا فين الديسمال بليس اللي اسمه ثاوزندز اللي هو ده؟ نيجي على الرايت منه نعمل شرط، ها نشوف الايت، الايت هتدي 1 للديجيت ده ولا لا؟ هتزود 1 عشان الايت جريتر ذان 5، يبقى الزيرو يتحول ل 1 وهي يحصل لها كانسليشن ونكتب بعد كده النمبر ده. طيب اللي بعد كده ادي البليس اللي اسمه ثاوزندز، نيجي هنا كده نعمل الشرطة ونعمل السهم بتاعنا. ال 5 هتدي 1 لل 3 تخليها 4 وال 5 يحصل لها كانسليشن. يبقى النمبر بتاعي 112 and 214,000. يلا نشوف اكزامبل 3 يقول لي approximate each of the following numbers to the nearest thousands. اللي يهمني من التايتل ده كله الكلمة دي thousands. ليه؟ عشان دي اللي بتحدد لي البليس اللي هنعمل عنده approximation، البليس اللي هنوقف عنده الديسمال فراكشن. طيب فين الثاوزندز اللي هو الثيرد بليس من الرايت من الديسمال بوينت اللي هو ده، حط تحتيه بوينت كده
بعد كده نيجي على الرايت منه نعمل شرطه ونشوف ال2 هتزود ال5 ولا مش هتزودها. ال2 less than 5 يبقى مش هتزودها، يحصل لها كانسليشن ويفضل النمبر زي ما هو. يبقى ده is approximated to 3.645. وزي ما انتم شايفين لما بنشوف علامه الابروكسيميشن ونشوف 3 ديجيتس كده، ده معناه ان احنا عملنا ابروكسيميشن لل 3 ديسمال بليسز او للنيرست ثاوزندز. يلا اللي بعد كده، ادي البليس اهو ال 8 هتدي 1 لل 2 تخليها 3 ويحصل لها كانسليشن، يبقى النمبر ده هيبقى ابروكسيميتد تو 12.593. يلا اللي بعد كده، ادي البليس بتاعنا، حط الشرطه بتاعتنا ونيجي نشوف ال 5 دي تزود 1 ولا لا. تزود، يبقى ال 5 دي لما نديها 1 تبقى 8 تبقى 6، يبقى انا عندي النمبر ده از ابروكسيميتد تو 2.436. ها هنا ادي الديسمال بليس اللي اسمه ثاوزندز. نيجي هنا الشرطه بتاعتنا اهي، حط السهم بتاعنا ال 7 هتدي 1 لل 9، هتديها 1. 9 بلس 1 تديني 10، ينفع اكتب ال 10 هنا؟ ما ينفعش. نعمل ايه؟ نحط 0 هنا ونكاري اب 1. 1 بلس 6 is 7، يبقى نكتب هنا ال 7 وال 6 تنس، يبقى ده هيبقى ابروكسيميتد تو 0.670. يلا اللي بعد كده، عندي ميكسد نمبر لازم احوله الاول لديسمال نمبر، وينفع نعمل له كونفرجن على طول علشان عندي زيروز فين في الدينومينيتور، يبقى ده هيكوالز معانا كام؟ 135.1286 ثاوزندز. طيب البليس بتاعنا فين اللي بنعمل عنده ابروكسيميشن؟ هو البليس ده. نيجي على الرايت منه نحط شرطه كده، ال 6 هتزود ال 8 ولا مش هتزودها؟ هتزودها، هتديها 1. ال 8 تبقى كام؟ تبقى 9. وال 6 يحصل لها كانسليشن. يبقى النمبر ده از ابروكسيميتد تو 135.129. وزي ما انتم شايفين يا اولاد ان الابروكسيميشن للنيرست ثاوزندز لازم يكون عندي في الديسمال فراكشن 3 ديسمال ديجيتس. طيب يلا نشوف مساله التراي. يقول لي ابروكسيميت ايتش اوف ذا فولوينج تو ذا نيرست ثاوزندز. عندي الديسمال نمبر ده لما نعمل له ابروكسيميشن، ادي البليس بتاعي اللي اسمه ثاوزندز. نيجي على الرايت منه نحط شرط، ال 7 تزود ال 3 ولا ما تزودهاش؟ ال 7 تدي 1 لل 3، ال 3 تبقى ايه؟ تبقى 4، وال 7 تتكنسل، يبقى 8.14 اند 4. يلا هنا ادي البليس بتاعنا اهو، وادي الشرطه، ال 5 هتدي 1 لل 4 تخليها 5 وال 5 تتكنسل، يبقى انا عندي هنا 31.238 and 34. يلا هنا ادي البليس بتاعنا اهو، حط الشرطه بتاعتنا، ال 8 تدي 1 لل 9، ال 9 تبقى 10، نحط 0 ونكاري اب 1، 1 و 6 يبقى 7 وال 5 تنزل 0.1، وانا عندي 1.57 اند ايه؟ اند 0. هنا الاول نحوله الاول هيبقى كام؟ هيبقى 0.243 اند 4. البليس بتاعنا اهو، ها ال 4 مش هتزود ال 3، يبقى هتتكنسل ونكتب النمبر ده زي ما هو 0.24 اند 0. يلا مع بعضنا نشوف اكزامبل 4 ونشوف مجموعه من الورد بروبلمز. اول مساله بتقول لي write down the smallest decimal fraction that includes only the digits 3 و6 و4 and 2. يعني هنعمل decimal fraction، ناخد بالنا من كلمه fraction. decimal دي يعني ايه؟ يعني في عندي بوينت كده اهي. طب انا هكون fraction، يبقى لازم الهول ones يكون فيها ايه؟ يكون فيها 0. طيب الفراكشن ده هنكونه من ايه؟ من ال 3 وال 6 وال 4 وال 2، ولازم يبقى smallest. وطالما smallest يبقى الديجيت الصغير لازم احطه في البليس الكبير. من ناحيه الرايت مين اكبر بليس؟ اللي هو التنس، وبعديه الهندردز، وبعديه الثاوزندز. اوكي؟ وبعد كده بيقول لي approximate that number to the nearest hundreds and the nearest thousands. يبقى ايه هو الديجيت اللي نحطه بعد الديسمال بوينت؟ نحط ال 2، وبعد كده نحط ال 3، وبعد كده نحط ال 4، وبعد كده نحط ال 6. اي توزيعه ثانيه غير كده مش هيبقى سمولست. لما نيجي نعمل له ابروكسيميشن للنيرست هندردز، نقف الاول على البليس اللي اسمه هندردز اللي هو ده، نحط شرطه كده على الرايت ونشوف ال 4 هتزود ال 3 ولا مش هتزودها. ال 4 مش هتزودها، هيبقى ده از ابروكسيميتد تو 0.23. طيب ولو عايزين نعمله للنيرست ثاوزندز هنعمل كده، ادي النمبر اهو الاصل بتاعنا،
ادي الثاوزندز بليس، نحط الشرطه كده ونشوف ال6 هتزود ال41 تبقى ال45، يبقى ده هيبقى ابروكسيميتد تو 0.235. يلا اللي بعديها بيقول لي رايت داون ذا جريتست ديسمال فراكشن. يبقى انا هعمل ديسمال فراكشن، يبقى لازم نحط البوينت الاول اهي ونحط هنا زيرو. ليه حطيت زيرو؟ لان انا ما بعملش ديسمال نمبر، انا بعمل فراكشن بس، انا بتكلم على فراكشن بس، فالمكان بتاع الهول 1 لازم يكون فيه زيرو. طيب بيقول لي ذات انكلودز فور ديجيتس which are 5927. طالما هعمل greatest يبقى الجريتست ديجيت لازم يتحط في الجريتست بليس علشان ياخد اكبر فاليو. يبقى نحط هنا الايه ال9 وبعديها ال7 وبعديها ال5 وبعديها الايه ال2. يلا نعمل ابروكسيميشن للنيرست هندردز. ادي البليس اللي اسمه هندردز، نعمل كده ونعمل السهم بتاعنا. ال5 هتدي لل7 1، ال7 تبقى 8 وال5 تتكنسل وكمان ال2 تتكنسل، كل اللي على الرايت يتكنسل، يبقى هنا هيبقى 0.98. طيب لو هنعمل ابروكسيميشن لنيرست ثاوزندز نعمل كده، ادي النمبر بتاعنا اهو، نقف على الثاوزندز بليس اهو، نعمل شرطه كده ونشوف ال2 هتزود ال5 ولا لا. ال2 مش هتزود ال5، تتكنسل وتفضل ال5 زي ما هي، يبقى ده ابروكسيميتد 2 0.975. طبعا طالما هنا في 2 ديجيتس على الرايت من الديسمال بوينت يبقى ده ابروكسيميتد للنيرست هندردز، وطالما هنا في 3 ديجيتس وفي علامه الابروكسيميشن هنا كده يبقى ده معناه ان الفراكشن ده از ابروكسيميتد تو النيرست ثاوزندز. تعالوا مع بعضنا نتنقل لجزئيه ثانيه اللي هي الاستيميشن. الاستيميشن معناها التقدير. طيب الاستيميشن ده انا بعمله ازاي؟ انا بعمله عن طريق الابروكسيميشن اللي احنا لسه واخدينه دلوقتي. طيب بيحصل في ايه برضو؟ بيبقى عندي ماثيماتيكال اوبريشن، عمليه حسابيه. العمليه الحسابيه دي انا عايز اجيب نتيجتها بسرعه. زي ايه مثلا؟ ناخد مثال، رحنا مثلا نشتري لعبه لقيناها ب 77 باوندز، اوكي، وهشتري معاها لعبه كمان مثلا ب 72 باوندز، وعايز اعرف بسرعه انا هدفع كام. بنعمل ايه في الحالات اللي زي دي؟ على طول نعمل ابروكسيميشن للنيرست تنس. فين البليس اللي اسمه تنس؟ اهو، وده البليس اللي اسمه تنس. يعني ال 77 تبقى كام؟ تبقى 80، وال 72 تبقى كام؟ تبقى 70. ليه عملنا كده؟ لان لما خلينا النمبر بتاعنا مالتيبلز اوف تنس بتبقى عمليه الصم سهله. يبقى انا على طول عملت ده ابروكسيميشن وده ابروكسيميشن، وفي دماغي قلت 80 بلس 70 يبقى على طول 150. اللي انا عملته ده اسمه استيميشن، تقدير. قدرت الاوبريشن دي تطلع ازاي. طيب يجي لي هنا بقى سؤال مهم قوي، يقول لي ايه؟ دايما بيساله لي، بيقول لي كده از ذا استيميشن اكسبتابل or not. هل الاستيميشن اللي انا عملته ده مقبول ولا مش مقبول؟ هنعمل ايه؟ نروح نقارن الاستيميشن بتاعنا ده بالاوريجينال فاليو، بالفاليو الاصليه. لما نيجي نعمل سام ل 77 بلس 72 يديني ايه؟ 7 بلس 2 يديني 9، و 7 بلس 7 يديني 14. نلاحظ ان الاستيميشن قريب قوي من الايه؟ من الفاليو الاصليه، او من التوتال الاصلي بتاع الايه التو فاليوز الاصليين. في هذه الحاله بنقول ايه؟ بنقول ان الاستيميشن از اكسبتابل، مقبول. طب لحد امتى هنقول مقبول؟ هي اي قيمه تجي لي نقول مقبول؟ يعني مثلا طلع ده كده مثلا طلعناه 160، ما هو ال 160 برضو قريبه من 149، هل ينفع نقول ان ده مقبول؟ طب انا ممكن يجي لي مثلا 156، ممكن نقول مقبول؟ فلازم يكون في عندي حاجه اعرف منها ان هو اكسبتابل اور نوت. تمام، يبقى احنا عرفنا دلوقتي بنعمل استيميشن ازاي عن طريق الابروكسيميشن. تاني خطوه يلا نتعرف مع بعضينا ازاي نحدد الاستيميشن اكسبتابل اور نوت. احنا هنا لما عملنا ابروكسيميشن عملناه للنيرست ايه؟ للنيرست تنس. طيب الفاليو بتاعت البليس اللي اسمه تنس الفاليو بتاعته
عبارة عن ايه؟ عبارة عن تايمز 10. يبقى هناخد التن دي ونشوف الهاف بتاعها كام. التن الهاف بتاعها كام؟ الهاف بتاعها 5. يبقى علشان الاستيميشن يكون اكسبتابل لازم الديفرنس ما بينه وما بين الاوريجينال فاليو ما يزيدش عن ال 5. يبقى انا ال 149 لو شلنا منها 5 تبقى كام؟ 145. ولو زودنا عليها 5 154. ناخد بالنا بقى اي فاليو، اني فاليو بتوين 145 and 154 is an acceptable estimation. احنا مطلعين كام؟ 150. موجودة في الفاليوز؟ اه موجودة في الفاليوز، يبقى دي acceptable estimation. تمام يا اولاد؟ فهمتوا معناها ايه؟ احنا عملنا approximation للnearest tense. يبقى لازم لما اقارن الاستيميشن بتاعي مع الفاليو بتاعتي الاصليه ما تزيدش معايا او تقل عن الفايف. طيب لو احنا عملنا ابروكسيميشن للنيرست 100، يعني مثلا جالي 240 بلس 300 مثلا 20، وقلنا يلا نعمل استيميشن، هنقول ايه؟ هنقول ان ده لما نيجي نعمل له ابروكسيميشن للنيرست 100 هيبقى 200، وده هيبقى كام؟ 300. هيديني كام هما الاثنين؟ 500. احكم ازاي ان الابروكسيميشن بتاعي اكسبتابل اور نوت؟ انا هنا شغال مالتيبلز اوف كام؟ اوف 100. نص ال 100 كام؟ هاف ال 100 كام؟ نص ال 150. يبقى نعمل لدول سم، هنا 0 6 اند 5، يبقى دي القيمه الاصليه بتاعتي، ولما عملت استيميشن طلع ده. الفرق ما بينهم كام؟ الفرق ما بينهم 60، يعني اكبر من النص بتاع ال 100 اللي انا شغال عليها. يبقى الاستيميشن في هذه الحاله is not acceptable. هنا is not acceptable. ما ينفعش هنا يا اولاد اجي اقول ان ال 500 closer to ال 560. طب ما انا كده هقول اي نمبر closer، لو طلع اي معايا اي حاجه هقول ان هي كلوزر. فاهمين يا اولاد؟ يبقى احنا لازم نحط قاعده نمشي عليها. القاعده بتاعت الاستيميشن ما ينفعش الفرق يعدي او يبقى ازيد من نص الفاليو بتاعت البليس. طيب نيجي بقى لحته مهمه قوي، ليه الاستيميشن هنا طلع اكسبتابل وهنا ما طلعش اكسبتابل؟ ليه؟ اشمعنى يعني؟ ما دول تو نمبرز ودول تو نمبرز. خدوا بالكم يا اولاد، لما جينا نشتغل على التو نمبرز دول، النمبر ده اتعمل له حاجه اسمها راوندنج اب. يعني ايه راوندنج اب؟ يعني لما اتعمل له ابروكسيميشن طلع لفوق، والنمبر ده لما اتعمل له ابروكسيميشن اتعمل له راوندنج داون، يعني نزل لتحت. يبقى الماثيماتيكال اوبريشن بتاعتي ايه اللي حصل فيها؟ لما عملت ابروكسيميشن واحد كبر والتاني صغر، المسائل اللي زي دي اللي بنلاقي فيها واحد كبر وواحد صغر بنسبه كبيره جدا هنلاقي ان الاستيميشن بيطلع ايه؟ اكسبتابل. طيب نيجي نبص ايه اللي حصل هنا. لما عملنا لده ابروكسيميشن ده نزل لتحت، اتعمل له راوندنج داون. كذلك ال 320 اتعمل لها راوندنج داون. طالما التو نمبرز اللي معانا اتعمل لهم هما الاثنين راوندنج داون، بنسبه كبيره جدا الفرق بيزيد، الديفرنس بيزيد. خدتوا بالكم ايه اللي حصل؟ هنا في نمبرز اتعمل لها راوندنج اب وراوندنج داون. يبقى لما نيجي نشوف نتيجه الاستيميشن هيبقى بنسبه كبيره اكسبتبل. طيب الجزئيه دي يا اولاد اللي مش فاهمها يرجع يعيدها تاني. احنا هنا اتكلمنا ما معنى الاستيميشن وامتى الاستيميشن يكون اكسبتبل. اوكي؟ يلا مع بعضينا نخش على الاكزامبل 5. بيقول لي باسم بوت سام ستاف فروم ا شوبينج سنتر. باسم دخل محل بيشتري حبة ايه؟ حبة حاجات ليه. اشترى الميت ب 94.75 والبرايسز عندي متعلقة على كل الحاجات اللي هو اشتريها. بيقول لي ايه؟ Approximate the price of each item to the nearest ايه؟ ال اي، يعني to the nearest Egyptian pound او to the nearest ايه؟ unit.
اتفقنا لما يجيب لي يونت زي كده كيلو جرام متر يبقى انا بعمل ابروكسيميشن للنيرست يونت. طيب امتى الابروكسيميشن يكون اكسبتد بالنسبه لليونت؟ هي نص اليونت كام؟ نص اليونت 0.5. يبقى انا لو عملت صم يا اولاد للاستيميتد فاليو والاوريجينال فاليو ولقينا ان التوتال يفرق اكتر من 0.5 يبقى الاستيميشن از نوت اكسبتبل. اوكي يلا مع بعضينا هنا نشوف هنعمل ايه. هو بيقول لي ابروكسيميت البرايسز تو نيرست ال اي. نيجي نبص هنا طالما نيرست ال اي يبقى نيرست يونت. هنحط شرطه كده عند الايه عند الديسمال بليس. ادي اليونت سيبلس اهو. نشوف ال7 تزود ال4 ولا لا. ال7 هتدي لل4 1 تبقى 5. يبقى ال49.75 تبقى كام؟ تبقى 95. هنا برضو نعمل كده ال2 مش هتدي لل6 تبقى كام؟ 56. نيجي هنا ال2 مش هتدي لل5 تبقى 15. نيجي هنا دي 5 ال5 هتزود ال2 تبقى 3 يبقى 23. يبقى ايه هو الاستيميشن بتاعي؟ دي مجموعه الابروكسيميشن. عملنا ابروكسيميشن وهنعمل صم للفاليوز دي يبقى انا عملت استيميشن. طيب لما جينا بقى عملنا صم لكل الفاليوز دي طلع معايا كام؟ طلع معانا 355 اللي هي 95 بلس 56 بلس 15 اند سو اون. طيب تعالوا بقى نشوف الاسعار في الاصل كام. الاسعار في الاصل اهي الفاتوره سعرها الاصل اهو. في فراكشنز كتيره جدا ناخد بالنا احنا لما نيجي نعمل الصم هنتعب قوي في الفراكشنز هتاخد مني وقت. انا هنا سهلنا على نفسنا بالابروكسيميشن. طب النتيجه طلعت ايه؟ 354.75. هل ده كلوزر ولا مش كلوزر؟ هل ده accepted estimation or not؟ هو هنا بيقول لي ايه؟ If we compare the estimated total and the total of the receipt we find that they are very close almost the same. هو بيقول لي هم تقريبا قريبين بس لازم ناخد بالنا مش اي رقم اقول قريبين. ايه القاعدة اللي بنمشي عليها؟ احنا هنا اشتغلنا للnearest unit يبقى القاعدة بتاعتي اليونت نصها قد ايه؟ نص اليونت 1 over 2 اللي هي 0.5. يبقى لما نيجي نشوف ده ماينس ده يديني كام؟ لو عملنا لهم سبتراكشن يديني 0.25 كوارتر. والكوارتر للزان ال 0.5. وفي هذه الحالة نقدر نقول ان الاستيميشن بتاعنا is acceptable فعلا very close. طيب ناخد بالنا بقى هو ليه طلع very close؟ ليه الاستيميشن طلع مظبوط؟ تعالوا نبص هنا مع بعض. نلاقي ان في عندي فاليو اتعمل لها راوندنج اب. دي اتعمل لها راوندنج اب. طب ودي راوندنج داون. طب ودي راوندنج داون. ودي راوندنج اب. ودي اب. ودي داون. يبقى انا عندي 3 فاليوز حصل لهم راوندنج اب و3 فاليوز حصل لهم راوندنج داون. يبقى كل واحده بتشيل واحده. يبقى لو عملنا لهم صم هنلاقي فعلا ان الاستيميشن فيري فيري كلوز. طيب لو كانت كل الفاليوز دي اتعمل لها راوندنج اب ناخد بالنا في هذه الحاله هنلاقي الاستيميشن بتاعنا نوت اكسبتابل. ليه؟ لان احنا هنلاقي ان الديفرنس بتوين التوتال ريسيت اند الاستيميتد فاليو بتاعتي هنلاقيها جريتر ذان الايه؟ ال 0.5. يا رب يا اولاد تكونوا فهمتوا الحته دي كويس. الحته دي فهمها مهم قوي عشان بتقابلنا كتير وناس كتير متبقاش فاهمه الاستيميشن امتى بيكون اكسبتبل. نتفق مع بعضينا تاني اللي مش فاهم الجزئيه دي يرجع الفيديو ويسمعها تاني لو سمحتوا. يلا مع بعضينا نشوف اكزامبل 6 بيقول لي ايه. بيقول لي جيفن ذات مديني ال بنمبر والام بنمبر وبيقول لي استيميت ذا سام اوف ال بلس ام ذن كومبير يور استيميشن وذ ذا سام تو ذا نيرست هاندردز. ناخد بالنا من حاجه مهمه احنا بنعمل استيميشن ليه؟ بنعمل استيميشن علشان نحسب بسرعه. طيب اهم حاجه في الاستيميشن ان انا انجلكت الديسمال فراكشن. يعني اي استيميشن هنعمله لاي اوبريشن لو عندي فراكشنز ما بناخدش الفراكشنز دي معانا. يبقى انا لما اجي اعمل استيميشن للال والام تبقى عامله ازاي؟
يبقى كده الـ estimated L equals ايه؟ نيجي هنا للـ L، احنا شايفين الـ whole ones 32، هل الـ fraction ده يزود لي 1؟ لا ما يزودش، لأن عندي كده الـ 3 مش هتزود، تفضل 32 زي ما هي. طيب والـ estimated M equals ايه؟ نطلع عند الـ M، ادي الـ whole ones، الـ 8 تزود؟ اه تزود، يبقى الـ 3 تبقى 4، يبقى الـ estimated M is 54. عملنا لها approximation. وبعد كده نجيب الـ L plus الـ M، يبقى الـ estimated L plus الـ M equals كام؟ 32 plus الـ 54 يديني 86. يبقى احنا بنعمل استيميشن للنيرست ايه؟ للنيرست يونت. معنى للنيرست يونت يبقى لما اجي اطلع الاوريجينال فاليو ما ينفعش الفرق يبقى اكبر من الهير عشان يبقى الاستيميشن عندي اكسبتابل. طيب يلا نجيب الفاليو بتاعت ال L بلس M قبل ما نعمل لهم ابروكسيميشن علشان نتاكد ونشوف هل انا ماشي صح ولا لا. انا عندي L بلس M هت ايكوالز 32.3562، الكلام ده بلس 53.8295. طبعا الاستيميشن خلاني ما اشتغلش على فراكشن خالص ولا بصيت عليه. هنا 2 بلس 5 يديني 7، 6 بلس 9 15 5 وهنكاري اب 1، 1 و 5 6 بلس 2 يديني 8، 3 و 8 11 1 وهنكاري اب 1 حط البوينت، 1 و 2 3 بلس 3 يديني 6 وعندي 3 بلس ال 5 يديني 8. بيقول لي اعمل ابروكسيميشن للنيرست هندردز، ادي الهندردز بليس، ال 5 تدي ال 8 1 تبقى 9، يبقى الابروكسيميتد فاليو 86 اند 90. طيب عايزين نشوف الابروكسيميشن اكسبتابل اور نوت، نعمل ماينس ال 2 فاليوز الكبير ماينس الصغير. هنا 86.19 ماينس ال 86 نعمل بالانس 0 0. يلا 9 ماينس ال 0 يديني 9، 1 ماينس 0 يديني 1، حط الديسمال بوينت حط ايه 0. واضح جدا ان الفاليو دي ليس ذان ال 0.5، لان احنا دايما لما بنعمل استيميشن ما بناخدش الفراكشنز خالص معانا. فلو الفراكشن عندي ليس ذان ال 0.5 بنعتبر الفراكشن مش موجود ويبقى الاستيميشن بتاعي از اكسبتابل. يبقى هنقول هنا the estimation is acceptable because the estimated value is closer to the actual value. تمام؟ يلا نحل مسألة التراي. بيقول لي given that x كذا و y كذا، مديني x و y، وبيقول لي استيميت السم، طالما هاستيميت السم يبقى ماليش دعوة بالفراكشن ده خالص، ولا أبص له. ولا نبص له يعني نمسحه كده خالص، لا، نعمل له أبروكسيميشن للنيرست يونتس. يبقى أنا عندي الـ x عندي ايكوالز كام؟ 54.2571. نيجي هنا نشوف الـ 2 مش هتزود. يبقى الـ x is approximated to 54. يبقى دي اسمها ايه؟ ده كده الـ estimation of الـ x. طيب الـ y عبارة عن 15.8905، نعمل لها approximation للـ nearest units. الـ 8 تزود الـ 5 تخليها 6 تبقى 16. مين الـ 16 دي؟ الـ estimation of الـ y. يلا نجيب ال x بلس ال y، يبقى ال estimated x بلس ال y equals هيبقى 54 بلس ال 16 which is 70. اوكي؟ طيب في ال estimation لل nearest unit ناخد بالنا ما ينفعش ال difference يبقى ازيد من 0.5. يبقى احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ هنجيب ال actual sum، ال actual x بلس الواي اللي هم قبل ما نعمل لهم ابروكسيميشن 54.25
15.8905 which is 1 plus 5 يديني 6 7 plus 0 يديني 7 5 plus 9 14 4 هنكاري up 1 1 و 2 يديني 3 plus 8 11 1 وحنكاري up 1 1 و 4 5 plus 5 يديني 0 وحنكاري up 1 1 و 5 6 plus 1 يديني 7 يبقى دي الفاليو اللي احنا طلعناها بتاعت الاكشوال سام. لو جينا عملنا دي ابروكسيميشن للنيرست ثاوزندز يديني كام؟ 70 بوينت، حط طبعا دي هنا كده، وال6 تديني 1 يبقى 1 4 اند 8. يلا نشوف الديفرنس علشان نحكم الاستيميشن اكسبتبل اور نوت. هنا 70.148 هيبقى ماينس ال70، حط نعمل بالانس طبعا، هيديني كام؟ 8 ماينس 0 يديني 8، وبعد كده 4 1.0. هل النمبر ده less than 0.5؟ ايوه less than 0.5، يبقى الاستيميشن بتاعي is acceptable. يبقى so the estimation is acceptable. وزي ما انتم شايفين في واحده اتعمل لها rounding down وواحده اتعمل لها rounding up. لو عجبكم الفيديو ياريت تعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك، ولينك الصفحة موجود في الديسكريبشن بتاع الفيديو. يلا مع بعضينا نشوف الاكسرسايزز اللي على الليسون. بيقول لي approximate each of the following numbers to the nearest hundreds. طبعا اللي يهمني في كل التايتل ده الكلمة دي، دي اللي هتعرفني اعمل ايه. نعمل approximation للnearest hundreds، يعني اروح على البليس اللي اسمه hundreds، وبعدين اجي على الرايت منه واعمل الشرطة بتاعتنا، وبعد كده نشوف الفور تزود الون ولا ما تزودوش. طبعا الفور مش هتزود الون، هيحصل لها كانسليشن ويفضل النمبر زي ما هو، يبقى 76.51. يلا هنا ادي الهندردز بليس، ال8 هتزود الزيرو تخليه 1 وهيحصل الات كانسليشن، يبقى 52.61. يلا هنا نقف عند ال2 نيجي على الرايت نعمل اللاين بتاعنا، ال5 هتزود ال2 تخليها 3 ويحصل ال5 كانسليشن، يبقى 175.33. يلا هنا ادي البليس بتاعي، شوف ال5 تزود ال2 تزودها، يبقى 21.83 واعمل كانسليشن لل5 ولل3. هنا ادي النمبر بتاعي اهو، ادي البليس، ال4 مش هتزود ال2، نعمل ال4 كانسليشن وال8 كانسليشن ويفضل النمبر ده زي ما هو، يبقى 52.12. هنا ادي البريس بتاعي اهو، ال7 هتزود ال31 تبقى 4 يبقى 0.74. يلا هنا ادي البريس بتاعي اهو الهندردز، ال7 هتزود ال9 تبقى 10، نحط 0 ونكاري اب 1، 1 بلس 2 از ايه؟ ال3، وننزل ال23، يبقى انا عندي 23.30. ادي الهندردز بليس، نيجي على الرايت من نعمل الشرطه، ال6 هتزود ال9 1 تخليها 10، مش هينفع اكتب 10 هنا، نكتب 0 ونكاري اب 1، 1 و9 10، مش هينفع اكتب 10، اكتب 0 وكاري اب 1، 1 و0 يديني 1، نحط البوينت وادي الايه؟ وادي ال1، يبقى يديني 1، ونحط عندي 2 ديجيتس عشان نوضح ان احنا عاملين ابروكسيميشن للنيرست هاندردز. يلا اللي بعديها، ادي البليس اهو، طبعا ال2 مش هتدي لل0 حاجه، وهيحصل للتو كانسليشن، يبقى النمبر عندي از ايه؟ الزيرو. يلا الاول نحوله لديسمال ايه؟ ديسمال نمبر. هنا عندي 3 زيروز، يبقى البوينت اللي موجوده هنا هنحركها 3 بليسز، يبقى انا عندي 5.685. ده هيبقى ابروكسيميتد لايه؟ ادي الديسمال بليس اللي اسمه هاندردز، نيجي كده نعمل الشرطه بتاعتنا، ال5 هتزود ال8 تخليها 9، يبقى انا عندي 5.69. يلا هنا عندي 1 2 3 اند 4، عندي 4 زيروز، يبقى البوينت اللي موجوده هنا هتتحرك ليفت 4 بليسز، يبقى هتدينا 2.5698 اللي هو هيدينا بعد الابروكسيميشن، ادي ال 100 بليس، ال 9 هتزود ال 6 تخليها 7 ويحصل لها كانسليشن، يبقى 2.57. يلا هنا
ال 1 over 8 احنا عارفين ان هي بت equals 125 hundredths يعني 125 part from 1000 parts. يلا نعمل لها approximation. ادي ال hundredths بليس ال 5 هتدي 1 ل 2 تخليها 3 يبقى 2 point كام 30. طيب يلا هنا دي 39.003 اللي هي هتبقى approximated لإيه؟ انا عندي البليس اهو ال 3 مش هتدي للزيرو حاجة يبقى هتتحول لزيرو يبقى عندي 39.00. يلا نشوف هنا ال 3 زي ما هي ينفع احول دي على طول؟ لا، لازم اخلي تحت يا اما 100 يا اما 1000. ال 500 مش هينفع نعملها divided 5 نوصلها ل 100 علشان ال 17 مش هينفع نعملها divided 5. امال نعمل ايه؟ نعمل تايمز 2. لما اعمل ال 500 تايمز 2 توصلني لايه؟ ل 1000. ونعمل ال 17 تايمز 2 توصلني ل 34. يبقى ده هيديني ايه؟ ده هيديني 3.034 اللي هو هيبقى ابروكسيميتد لايه؟ ادي البليس اهو ال 4 مش هتدي لل 3 حاجه يبقى 3.03. يلا اللي بعد كده 250 عشان نوصلها ل 1000 بنعمل تايمز 4 دي هيبقى 31. 9 تايمز 4 36. 250 تايمز 4 ب 1000 اللي هو هيكوالز معانا 31.036 اللي هو هيبقى ابروكسيميتد لايه؟ ال 6 هتزود ال 31 تبقى 4 يبقى 31.04. يلا هنا ال 200 عشان اوصلها ل 1000 نعمل تايمز 5 يبقى هنا 6 تايمز 5 لل 200 تبقى 1000. نعمل ال 43 تايمز 5 3 تايمز 5 15 5 وهنكاري اب 1 4 تايمز 5 20 21. يبقى دي هتيكوالز معانا 6.215. ادي الديسمال بليس اللي اسمه هندردز. نيجي هنا ال 5 هتزود ال 1 1 يبقى 2 يبقى دي هتديني 6.22. زي ما انتم شايفين اكسرسايز سهل جدا. كل ما في الامر احنا نحدد البليس الاول ونعمل الابروكسيميشن زي ما اتعلمناه السنه اللي فاتت والسنه دي. طيب كويتشن 2 بيقول لي ابروكسيميت ايتش اوف ذا فولوينج نمبرز تو ذا نيرست ثاوزندز. يبقى البليس بتاعنا اتغير، نروح نقف على البليس اللي اسمه ثاوزندز ونشوف الرايت منه. ال 7 تزود 1 تزود 1 نحط ال 1 على 4 تبقى 5 يبقى 41.625. البليس بتاعنا اهو ال 9 هتزوده 1 يبقى انا عندي 1 بلس 0 يديني 1 يبقى انا عندي 2.051. هنا البليس اهو ال 4 مش هتزود يبقى يديني 0.047 وطبعا ال 4 دي هيحصل لها كانسليشن. البليس اهو ال 5 هتزود ال 1 تخليته يحصل لها كانسليشن يبقى 144.102. يلا هنا ادي الديسمال بليس اهو ال 8 هتزود ال 9 1 ال 9 تبقى كام؟ تبقى 10. مش هينفع اكتب ال 10 هنا، نكتب ال 0 ونكاري اب 1 1 و 7 يديني 8 ونحط ال 6.4 يبقى 4.600. يلا البليس اهو ال 6 هتزود ال 9 1 تخليها 10 يبقى 0 ونكاري اب 1 1 و 9 10 0 هنكاري اب 1 1 و 9 10 0 هنكاري اب 1 حط الديسمال بوينت 1 و 9 10 0 هنكاري اب 1 1 و 1 يديني 2 يبقى 20 ونحط 3 ديسمال بليسز علشان اللي يشوف العلامه دي يعرف ان هنا معمول ابروكسيميشن للنيرست ثاوزندز. يلا هنا ادي البليس اهو طبعا ال 4 مش هتزود الزيرو يبقى هيحصل لها كانسليشن والزيرو مش هيزيد يبقى الانسر از 0. البليس اهو ال 6 هتزود ال 8 1 تخليه 9 يبقى 0.999. اللي بعد كده دي اللي هي 16.0027. البليس عندي اهو ال 7 تزود ال 2 تخليها 3 يبقى ده هيديني 16.003. يلا هنا 1 2 3 اند 4 يبقى الديسمال بوينت دي تتحرك 4 بليسز يبقى 8.6479. البليس اللي اسمه 100 اهو ال 9 تزود ال 7 1 تخليه 8 يبقى ويحصل لها كانسليشن يبقى 8.6708. طيب يلا هنا 94 عندي هنا 4 زيروز تبقى 0.0129. ال 100 بليس اهو ال 9 طبعا هتزود 1 يبقى ال 2 تبقى كام؟ تبقى 3 يبقى ده هيديني 94.030. طب يلا هنا 5000 نعملها تايمز 2 توصلني ل 10000 يبقى دي 8 وهنا 10000
وهنا عندي 16 ان انا عملت ال 8 تايمز 2 برضو، يبقى هتديني 8.12 وعندي ال 16. ادي البليس اللي اسمه هندردز، ال 6 هتزوده 1 حصل لها كانسليشن، يبقى ده هيديني 8.002. اكسرسايز 3 بيقول لي ابروكسيميت الديسمال نمبر ده تو ذا نيرست هندردز وتو ذا نيرست ثاوزندز. لما نيجي نعملها تو ذا نيرست هندردز نروح على البليس اللي اسمه هندردز اللي هو ده، نعمل لاين على الرايت منه، ها ال 9 تزود ال 3 1 او تزودها تخليها ايه تخليها 4 ويحصل لها كانسليشن، يبقى النيرست هندردز هيديني 4.7874. طيب لو هعمل النيرست ثاوزندز النمبر بتاعي اهو، فين الثاوزندز؟ اهو ال 9 يجي على الرايت منها، ال 8 هتزود ال 9 1 تخليها كام؟ تخليها 10. مش هينفع اكتب ال 10 هنا، احط 0 ونكاري اب 1، 1 بلس 3 از 4 وعندي هنا 7 و4، يبقى ده هيديني 4.740. بس هنا لازم نحط 0 عشان نظهر ال 3 بليسز، لان احنا عاملين هنا ابروكسيميشن، يبقى لازم اوضح انا عامل ابروكسيميشن لهاو ميني ديجيتس على الرايت من الايه من الديسمال بوينت. يلا اكسرسايز 4، دايما في كل دروس الابروكسيميشن بنلاقي التيبل ده، التيبل ده بيجمع الابروكسيميشن لاكتر من بليس في نفس الوقت. يعني مثلا النمبر ده عندي عايزين نعمل له ابروكسيميشن للنيرست يونت وتنس وهندردز وثاوزندز، فين اليونتس؟ اليونتس اللي هي الثري، هنيجي على الرايت منها ونعمل شرطه، ها الثري تدي ولا ما تديش؟ لا الثري مش هتدي للثري حاجه، يبقى كل الديسمال فراكشن هيتشال وتفضل عندي 123 زي ما هي. يعني ايه نيرست يونت؟ يعني نشوف اليونتس بس، يعني نشوف الهول وانز بس، ما اشوفش اي فراكشنز جنبها. طيب لما اعمل ابروكسيميشن للنيرست تنس يعني ايه؟ يعني اللي اشوفه في النمبر بتاعي لحد التنس بليس. طب اعمل ايه؟ اجي عند التنس بليس واجي على الرايت منه اعمل شرطه، ال5 تزود ال3 تزودها 1 تخليها 4، ننزل ال4 ونعمل الباقي كانسليشن. كذلك يعني ايه ابروكسيميشن للنيرست هندردز؟ يعني عيني ما تشوفش الا تو ديسمال بليسز بس على الرايت من الديسمال بوينت. وكذلك ثاوزندز، عيني ما تشوفش الا 3 ديسمال بليسز على الرايت من الديسمال بوينت. تمام؟ طيب يلا نعمل دي. هنا عايزين نعمل ابروكسيميشن للنيرست يونت، نيجي نحدد اليونت سبليس اهو، الرايت منه اهو، ال2 مش هتزود ال8 تفضل معايا زي ما هي، يبقى 528. طب بالنسبه للتنس هنعمل الشرطه هنا، الزيرو هيزود ال2 لا مش هيزودها، يبقى 528.2. طيب هنا الهندردز ادي البليس اهو، نيجي على الرايت منه، ال2 مش هتزود الزيرو يفضل زي ما هو، يبقى 528.20. وبالنسبه للثاوزندز نيجي على البليس اللي اسمه ثاوزندز اهو، نيجي على الرايت منه نحط الشرطه بتاعتنا، ال5 هتدي لل2 1 تخليها 3، يبقى 528.20 and 3. طبعا الاكسرسايز ده اكسرسايز جميل جدا عشان بيراجع على اكتر من درس الابروكسيميشن في نفس الوقت. انا هسيب لكم بقيه الاكسرسايز تكملوه مع نفسيكم علشان تعرفوا هل انتوا فاهمين كويس ولا لا. طيب بالنسبه لدي هنعمل ايه؟ 3 اوفر 8، 3 اوفر 8 نحولها الاول لديسمال، هوضح دي الاول عشان اخلي ال 8000 بنعمل ايه؟ بنعمل تايمز 125 فوق وتحت، يبقى دي هتيكوالز معانا كام؟ هتبقى 375 ديفايدد ايه 1000 اللي هي كام؟ 0.375. يبقى هنشتغل على ايه؟ على الديسمال فراكشن ده. اوكي يلا اكسرسايز 5، شوز ذا كوركت انسر. ادي الديسمال نمبر اهو بيقول لي تو ذا نيرست هندردز، يلا هندردز بليس اهو، روح اشاور عليه على طول. اول حاجه في الابروكسيميشن لازم اروح احدد البليس. طيب على الرايت منه حط اللاين، الشرطه بتاعتنا ال5 تزود ال4 ولا ما تزودهاش؟ تزودها 1 تبقى كام؟ تبقى 5، يبقى 5.35. اللي بعديها ده عايزين نعمله ابروكسيميشن للنيرست 1 اوفر 1000، 1 اوفر 1000 يعني نيرست 1000، يعني اروح على البليس اللي اسمه 1000 اهو، حط على الرايت منه شرطه، نعمل السهم بتاعنا ال6 تزود تزود ال8 تخليها كام؟ تخليها 9، يبقى نختار دي على طول. اللي بعديها ده عايزين نعمل له ابروكسيميشن، ناخد بالنا بقى ده بيقول لي نيرست 100، ده بيحاول يخدعني ليه؟ احنا ماشيين في الليسون كله بنشتغل على الديسمال فراكشن، راح جاب لي البليس اللي اسمه 100 اللي هو موجود في الجزء بتاع الهول وانز،
يبقى البليس بتاعه فين؟ البليس اهو ده الهندردز بليس اهو. اوكي نيجي على الرايت نون نعمل الشرطه، ال7 تزود ال3 ولا ما تزودهاش؟ تزودها، تخليها كام؟ تخليها 4. يبقى دي كده 4 وده كل ده يقلب 0. ناخد بالنا يا اولاد احنا هنا بنقلب 0 لكن في الفراكشن بنعمل كانسليشن. ما ينفعش ابدا اعمل كانسليشن لل7 وال1 لان دول من الهول وانز، لكن الفراكشن لما بنيجي نعمل ابروكسيميشن ممكن اكنسل الزيروز اللي على الرايت منه. يبقى ده عباره عن ايه؟ عباره عن 400. يلا اللي بعد كده النمبر ده عايزين نعمل له ابروكسيميشن تو ذا نيرست تو ديسمال بليسز. عايزين نشوف بس تو ديسمال بليسز هنا، يبقى هنقف هنا. طيب ال7 تزود ال4 تزودها تخليها كام؟ تخليها 5. يبقى 17.95 هنا. ده لما بقى ده اتعمل له ابروكسيميشن بقى ده من غير ما ابص حتى، انا شايف هنا تو ديسمال بليسز، يبقى احنا عملنا ابروكسيميشن للنيرست ايه؟ للنيرست هندردز. المساله اللي بعد كده النمبر ده ابروكسيميتد للديسمال نمبر ده تو ذا نيرست ايه؟ بعنينا شايفين ان هنا في جاست تو ديسمال بليسز، يبقى اكيد ده ابروكسيميشن تو ذا نيرست هندردز. يلا نيجي هنا ده ابروكسيميتد لده تو ذا نيرست ايه؟ انا شايف هنا يونتس، بس ناخد بالنا اليونتس دايما لازم نبص فيها لان اليونتس ممكن يكون معمول لها ابروكسيميشن للنيرست تنس. يعني زي هنا مثلا كده لو هو للنيرست يونت كنا هنعمل دي كده والتو ما كانتش هتدي للتو وكان هيبقى 152. لكن احنا لما جينا نبص هنا 150، يبقى واضح ان الابروكسيميشن تم عند مين؟ عند الفايف، عند التنس، وعملنا الشرطه كده والتو ما ادتش للفايف حاجه وتحولت لزيرو. وناخد بالنا واحنا بنعمل ابروكسيميشن في الجزء بتاع الهول وانز ما بنعملش كانسليشن، بنعمل سوابنج للنمبر باي زيرو، يعني التو بنخليها زيرو. اوكي يبقى ده تو ذا نيرست ايه؟ تو ذا نيرست 10. يلا نشوف هنا ده اتعمل له ابروكسيميشن بقى ده، شايفين بعينينا جاست وان ديسمال بليس على الرايت من الديسمال بوينت، يبقى تو ذا نيرست 10 على طول. اللي بعديها الديسمال نمبر ده تحول لده، احنا شايفين عندنا تو ديجيتس يبقى على طول هندردز. ولما نيجي نتاكد فعلا لو جينا عند الهندردز اهو ال9 هتزود ال6 تخليها 7 ويحصل لها كانسليشن. طيب نيجي نشوف هنا 3 اند 1 8 ابروكسيميتد لايه تو ذا نيرست 100؟ ال 3 اند 1 8 عباره عن كده 3.125. لازم نعرف يا اولاد ان ال 1 اوفر 8 على طول بالديسمال تبقى 0.125. طيب للنيرست 100 نيجي عند ال 100 بليس اهو، ال 5 هتزود ال 2 1 تخليها 3 يبقى 3.13. يلا هنا ده بالسنتيمتر، عايزين نعمل له ابروكسيميشن للمتر، يبقى في الاول لازم نحوله. يبقى احوله يعني اعمل ايه؟ اعمل ديفايدد 100. يبقى انا عندي 8657 ديفايدد 100 ايكوالز ايه؟ الديسمال بوينت موجوده هنا هتمشي تو بليسز توردز ليفت تبقى هنا، يبقى هيديني 86.57 متر. اوكي طيب عايزين نعملها ابروكسيميشن تو نيرست ايه؟ متر. ما معنى كلمه نيرست متر؟ يعني للنيرست يونت. دايما لما يجيب لك كوانتيتي ويقول لي اعمل ابروكسيميشن ليها يبقى للنيرست يونت على طول. يبقى نروح على اليونت سبليس ونعمل الشرطه بتاعتنا، ال5 تدي لل6 1 تبقى 7 تبقى 87. طيب ده ملي لتر، عايزين نحوله للليتر. هي لتر دي ايه؟ الليتر دي يونت، يونت اوف ميجرنج الكاباسيتي. يبقى الاول نحول من الملي لتر للليتر وبعد كده نعمل ابروكسيميشن للنيرست يون. طب نحول ازاي من الملي لتر؟ نعمل ديفايدد 1000، يبقى 7000 اند 4 ديفايدد 1000 ايكوالز ديسمال بوينت هنا هنتحرك 3 بليسز تووردز ليفت توصل بينا لهنا، يبقى دي هتديني 7.004. طيب عايزين نعمل ابروكسيميشن للنيرست لتر، يبقى نروح عند اليونتس ونقف كده ونعمل الشرطه بتاعتنا، الزيرو يزود ال7؟ لا، يبقى ده ابروكسيميتد لمين؟ ل7 لتر. يلا اكسرسايز 6 بيقول لي فايند ذا ريزلت اوف ايتش اوف ذا فولوينج اوبريشنز ذن ابروكسيميت ات تو ريكوايرد ابروكسيميشن. يبقى هنا هنزود على الشغل بتاعنا ان احنا هنعمل اوبريشن في الاول وبعد كده نعمل ابروكسيميشن. يلا نعمل هنا الصم 3، الصم دايما بيتعمل من الرايت ولازم يكون في بالانسنج بتوين الديجيتس. هنا عندي 3 ديجيتس وهنا عندي 3 ديجيتس، يبقى كل ديجيت هعمل له صم على الديجيت اللي قدام. يلا 3 بلس 4 7،
5 بلس 6 11 1 وهنكاري اب 1 1 بلس 2 is 3 بلس 5 يديني 8 حط الديسمال بوينت 2 بلس 2 يديني 4 وال1 ينزل بعدين عايز ايه عايزين ابروكسيميشن تو ذا نيرست 1 اوفر 100 1 اوفر 100 اللي هي الهندردز يلا نروح على الهندردز بليس اهو حط الشرطه بتاعتنا ال7 هتزود ال1 هتخليه كام هتخليه 2 يبقى 14.82 اللي بعديها بردك عملية addition 4 بلس 7 يديني 11 1 وحنكاري up 1 1 بلس 8 يديني 9 بلس 2 11 1 وحنكاري up 1 1 بلس 3 يديني 4 4 و 4 يديني 8 حط الديسمال بوينت وبعد كده 5 بلس 3 يديني 8 6 بلس 6 يديني 12 اوكي نعمل ابروكسيميشن للنيرست هندردز ادي الهندردز بليس اهو ال 1 طبعا مش هيزود ال 1 ده يديني 128.81 اللي بعديها نعمل سبتراكشن نيجي نبص بعينينا يا اولاد نلاقي هنا عندي 4 ديجيتس عندي هنا 3 ديجيتس يبقى لازم نحط هنا 0 علشان كل ديجيت يقدر يشتغل مع ديجيت اللي قدام يلا 9 ماينس 0 يديني 9 8 ماينس 1 يديني 7 2 ماينس 8 ما ينفعش هنبور 1 من ال 4 تبقى 3 وال 2 تبقى 12 12 ماينس 8 يديني 4 3 ماينس 0 يديني 3 حط الديسمال بوينت 7 ماينس 4 يديني 3 و 3 ماينس 1 يديني 2 يلا ابروكسيميشن للنيرست ثاوزندز ادي البليس اهو ال 9 طبعا هيدي 1 لل 7 تخليها 8 يديني 23.340 اللي بعديها هنا في عندي 3 بليسز هنا عندي 2 بليسز يبقى لازم احط هنا 0 عشان يبقى الديجيتس هنا قد الديجيتس هنا يلا نعمل سام 6 بلس 0 يديني 6 7 بلس 5 12 2 وهنكاري اب 1 1 بلس 3 يديني 4 4 بلس 7 11 1 وهنكاري اب 1 حط الديسمال بوينت طبعا 1 بلس 3 يديني 4 بلس 5 يديني 9 وعندي 1 بلس 1 يديني 2 عايز يعمل ابروكسيميشن ل 2 ديسمال بليسز يعني عينيا تشوف بس 2 ديسمال بليسز يبقى هنقف فين نقف هنا حط الشرطه كده ال6 هتزود ال21 تخليها 3 يديني 29.30 يلا اللي بعد كده هنعمل عمليه سبتراكشن نبص عندي هنا 2 ديجيتس عندي هنا 3 لازم احط هنا 0 يلا 0 ماينس 3 طبعا مش هينفع نعمل ايه هنبور 1 من ال2 تبقى 1 وال0 يبقى 10 10 ماينس 3 يديني 7 1 ماينس 4 ما ينفعش نبور 1 من ال7 تبقى ال6 وال1 يجي جنب ال1 يبقى 11 11 ماينس ال4 هنكاونت من بعد ال4 لحد ما نوصل لل11 نلاقي نفسنا بنكاونت 7 يلا 6 ماينس 7 برضو ما ينفعش هنبور 1 من ال6 تبقى 8 ونحط ال1 جنب ال6 تبقى 16 16 ماينس ال7 الشاطرين حاولي على طول يا مستر 9 حط بعد كده الديسمال بوينت 8 ماينس 2 يديني 6 2 ماينس 2 يديني 0 7 ماينس 1 يديني 6 عايزين نعمل ابروكسيميشن للنيرست هندردز ادي الهندردز بليس طبعا ال7 تزود ال7 تخليها 8 يبقى 606.98 يلا اللي بعديها نعمل بالانسنج ده احنا هنا هنزود 2 زيروز عشان هنا عندي 4 ديجيتس يبقى عندي هنا 4 ديجيتس يلا 7 ماينس 0 7 6 ماينس 0 يديني 6 6 ماينس 6 يديني 0 5 ماينس 3 يديني 2 حط الديسمال بوينت 2 ماينس 5 ما ينفعش هنبور 1 من ال 4 تبقى 3 و 2 12 12 ماينس 5 يديني 7 وعندي 3 ماينس 2 يديني 1 يلا للنيرست ثاوزندز ادي الثاوزندز بليس اهو نقف هنا ال 7 هتزود ال 6 1 تخليها 7 يبقى 17.207 ثاوزندز اللي بعديها هنعمل المره دي ديفيجن الديفيجن باي 10 او 100 او 1000 بنعمل ايه دايما بنحرك الديسمال بوينت توردز ليفت ناحيه الشمال طب هي فين اصلا هنا الديسمال بوينت على الموست رايت ده هول وانز يبقى كده الديسمال بوينت هنا تتحرك كام بليس 3 ادي 1 2 زين 3 يبقى هتيجي بتوين ال 4 اند 3 تبقى كده يبقى 4.357 تمام عايزين نعملها ابروكسيميشن للنيرست هندردز ادي الهندردز بليس اهو وقف هنا كده
ال 7 طبعا تزود ال 5 1 تخليها 6 يبقى 4.36. يلا هنا ناخد بالنا يا اولاد، هنا عندي 1 اوفر 8 واحنا عارفين ان ال 1 اوفر 8 على طول ب 0.125. يبقى لما يجي لي اوردينري فراكشن او فراكشن عادي نحوله لديسمال فراكشن. يبقى هنعمل كده خطوه ثانيه، هنقول كده 251.76 - 38.125. هل في بالانسنج؟ لا، نحط هنا ايه زيرو، نزود الشرطه دي بس عشان تبان ان هي ماينس. طيب يديني ايه؟ 0 ماينس 5 ما ينفعش، نبور 1 من ال 6 تبقى 5 وال 0 يبقى 10. 10 ماينس ال 5 يديني 5. 5 ماينس ال 2 يديني 3. 7 ماينس ال 1 يديني 6. حط الديسمال بوينت. يلا 1 ماينس ال 8 ما ينفعش، نبور 1 من ال 4 من ال 5 تبقى 4 وال 1 يبقى 11. 11 ماينس ال 8 يديني 3. 4 ماينس 3 يديني 1 وال 2 تنزل. اوكي؟ طيب عايزين نعمل ابروكسيميشن للنيرست 0.01، يعني ال 100 بليس نقف هنا كده، ال 5 تزود ال 3 تخليها 4 يبقى 213.64. يلا اللي بعديها. يلا 3 اوفر 4 بتيكوالز ايه بالديسمال؟ 3 اوفر 4 يا اولاد بتيكوالز على طول 0.75. طب جت منين؟ لازم نحول الدينومينيتور ل 100، فهنعمل لل 4 تايمز 25 ونعمل لل 3 تايمز 25، يبقى 75 اوفر 100 اللي هي 0.75. يبقى دي على طول نعمل كده 17.75، الكلام ده بلس 71.0075. نعمل بالانسنج، نحط هنا 0 وهنا 0، ده هيديني ايه؟ 0 بلس 5 يديني 5، 0 بلس 7 يديني 7، 5 بلس 0 يديني 5، 7 بلس 0 يديني 7، ينزل الديسمال بوينت، 7 بلس 1 يديني 8، 1 بلس 7 يديني 8. نعمل ابروكسيميشن للنيرست ثاوزندز، نقف هنا اهو، ال 5 تزود ال 7 تخليها 8 يبقى هيديني 88.7508. عندي هنا 10 ماينس الديسمال نمبر ده، يبقى لازم اعمل كده، احط ال 10 واظهر الديسمال بوينت ونحط 4 زيروز، الكلام ده ماينس 3.511 اللي هي هتيكوالز 0 ماينس 6 ما ينفعش، هنيجي ناخد 1 من الزيرو مش هنلاقيه، كذلك من الزيرو ده مش هنلاقيه، هناخد ال 1 منين؟ من ال 1 ده، يتحول ال 1 ده لايه؟ يتحول لزيرو، وده يبقى ايه؟ ده يبقى 10. طيب ال 10 هيدي لده 1 يتحول ل 9، وده يبقى ايه؟ وده يبقى 10. ال 10 يدي لده 1 يتحول ل 9 ويبقى ايه؟ يبقى 10. بردك يدي اللي جنبه 1 يبقى 9 وده يتحول ل 10. يدي اللي جنبه 1 يبقى 9 وده يبقى ايه؟ يبقى 10. يبقى دايما لما نشوف المنظر ده يا اولاد نعمل ايه؟ هنبور 1 من النمبر ده وكلهم يتحولوا 9 ما عدا اول 0 يبقى 10. يعني مثلا لو شفنا كده 200.000 وده هيبور 1 من اللي جنب يتحول لايه؟ اول واحد ننزله 1 يبقى كام؟ يبقى 1 وكلهم يبقوا 9 وده يبقى ايه؟ وده يبقى 10. ماشي؟ طب يلا هنا 10 ماينس 6 يديني 4، 9 ماينس 1 8، 9 ماينس 1 يديني 8، 9 ماينس 5 يديني 4، حط اسمها البوينت، 9 ماينس 3 يديني 6، وبعد كده الزيرو ده مفيش حاجه هنا ومفيش حاجه ايه؟ مفيش حاجه هنا. طيب ده نعمل له ابروكسيميشن للنيرست ثاوزندز، ادي الثاوزندز بليس اهو، ال 4 طبعا مش هتدي للايت حاجه، يحصل لها كانسليشن ويفضل ده زي ما هو، يبقى 6.480. اللي بعد كده مديني 3 اند 3 اوفر 4 ماينس 1 اند 3 اوفر 200 ايكوالز ايه؟ لازم طبعا نحول الفراكشن ده والفراكشن ده لديسمال فراكشن، يعني فراكشن الدينومينيتور بتاعه يا 10 يا 100 يا 1000 او 1 وجنبيه زيروز. ال 4 عشان نوصلها ل 100 تايمز 25 وال 200 نعملها تايمز 5. نكتب الكلام ده ازاي؟ نعمل كده 3 اند 3 اوفر ال 4 نعمل تايمز 25 ديفايدد ال 25، الكلام ده ماينس 1 اند 3 اوفر 200 تايمز 5 ديفايدد ال 5 اللي هو هيكوالز معانا عندي هنا 3
وعندي هنا 4 تايمز 25 اللي هي ال 100 و 3 تايمز 25 اللي هي 75 او 3 تايمز ال 5 15 5 وهنكاري اب 1 3 تايمز ال 2 يديني 6 و 1 يديني 7 الكلام ده ماينس عندي هنا 1 3 تايمز 5 15 وعندي هنا 200 تايمز ال 5000 اللي هو هيديني ايه اللي هو هيبقى 3.75 الكلام ده ماينس 1.050 يلا نعمل بالانس تحط هنا 0 0 ماينس ال 5 مش هينفع هنبور 1 من ال 5 تبقى ايه تبقى 4 يبقى وال 0 ده يبقى 10 10 ماينس ال 5 يديني 5 وعندي 4 ماينس ال 1 يديني 3 7 ماينس 0 يديني 7 حط اسم البوينت 3 ماينس 1 يديني 2 يبقى احنا كده عملنا عمليه السبتراكشن عايزين نعمل ابروكسيميشن للنيرست 100 ادي ال 100 بليس ال 5 هتدي لل 3 1 تخليها 4 يبقى 2.74 اللي بعديها بيقول لي عايز الديفرنس بتوين النمبر ده والنمبر ده الاول نحول ده للاسم الفراكشن انا عندي هنا ال 41 divided 500 نعمل لها times 2 divided 2 ليه عملنا times 2 عشان نحول الديومينيتور ل 1000 يبقى انا عندي هنا 1000 هنا 1 times 2 يديني 2 4 times 2 يديني 8 اللي هو هيديني ايه هيديني كده 0.0802 طيب عايزين في الديفرنس يبقى هنعمل ده ماينس ده ليه عشان ده جريتر يبقى انا عندي 0.473 الكلام ده ماينس 0.082 اللي هيديني 3 ماينس 2 يديني 1 7 ماينس 8 ما ينفعش نبور 1 من ال 4 تبقى 3 وال 7 17 17 ماينس ال 8 9 3 ماينس 0 يديني نحط ال 0 اوكي بعد كده عايزين نعمل ابروكسيميشن للنيرست تنس هو ده التنس بليس ال 9 تزود ال 3 تخليها 4 يبقى ده هيديني 0.4 يلا اللي بعد كده بيقول لي discover directly the error in each approximated result to the nearest hundreds give reason يعني في كل اللي احنا هنشوفه قدامنا ده هنعمل approximation لل nearest hundreds بس في عندي error موجود في عندي خطأ ايه الخطأ اللي عندي يلا نبص هنا انا لما اعمل لده nearest hundreds المفروض ال 5 تزود الايه؟ ال 2 احنا هنا ما زودناش يبقى هنا ايه هو الخطا؟ هنقول كده the digit 5 must increase the hundreds place boy by 1 يعني ال 5 دي كانت لازم تزود ال 100 place by 1 and the answer is 73.63 ان ال 5 لما تدي ال 2 1 يبقى ايه؟ يبقى 3 يلا هنا هنا ال 100 place عباره عن ال 8 ال 1 عندي مش هتزود يعني ال 8 تفضل زي ما هي ليه خليناها 7 يبقى ايه المشكلة هنا؟ The hundreds place must not change and the answer is 200.08 تمام؟ يلا اللي بعد كده يا ولد الأول لازم نعمل السم 2 بلس 5 يديني 7 2 بلس 5 يديني 7 2 بلس 5 يديني 7.7 ادي ال 100 بليس لما اجي اعمل ابروكسيميشن ال 7 تزود ال 7 تخليها 8 اللي هو يديني ايه؟ اللي هو 7.78 يبقى ايه المشكلة اللي هنا؟ المشكلة ان دي تعملها ابروكسيميشن للنيرست يونت يبقى انا عندي هنا وي ابروكسيميت 2 the nearest hundreds not
to the nearest unit. يبقى ايه الخطأ؟ الخطأ ان هو عشان نوصل بدي ال 8 يبقى احنا عملنا ابروكسيميشن من هنا. لكن الصح بيقول لي اعمل ابروكسيميشن للنيرست 100. يلا اللي بعديها. الاول لازم اعمل السبتراكشن. عندنا 762.3 زود 2 زيروز ماينس 267.212 which is طبعا دي هيبقى 2 وده 9 وده 10. 10 ماينس 2 تديني 8. 9 ماينس 1 تديني 8. 2 ماينس 2 تديني 0. 2 ماينس 7 ما ينفعش، هنبرم من ال 6 تبقى 5 وال 2 12. 12 ماينس 7 يديني 5. 5 ماينس 6 ما ينفعش، هنبرم من ال 7 تبقى ال 6 وال 5 تبقى 15. 15 ماينس 6 تديني 9. وبعد كده 6 ماينس ال 2 تديني 4. اوكي؟ هو دلوقتي طلعها بايه؟ طلعها بالمنظر ده. طب ده كده النيرست 1000 ان انا عندي 3 ديسمال بليسز وانا عندي النيرست 100 هيبقى كده. اوكي يبقى ليه الاجابه دي غلط؟ لان وي ابروكسيميت تو ذا نيرست 100 not to the nearest thousands. Problem 8 بيقول لي write down the smallest decimal fraction that includes the digits 2 و5 و7 و8 then approximate the number to the nearest hundreds and nearest thousands. طيب ناخد بالنا، هو بيقول لي ديسمال نمبر ولا ديسمال فراكشن؟ بيقول لي ديسمال فراكشن، يبقى انا بتكلم بس على الجزء بتاع الديسمال فراكشن. يبقى لازم النمبر بتاعي يبدا من الليفت بايه؟ بزيرو بوينت. والديجيتس دي هنستعملها في ان احنا نكون الديسمال فراكشن ده. طيب بيقول لي سمولست ولا جريتست؟ بيقول لي سمولست. طالما سمولست يبقى لازم السمولست ديجيت يتحط في الجريتست بليس فاليو. البليس الكبير نحط فيه ديجيت قليل. طب والديجيت الكبير لازم احطه في بليس قليل، لانه لو اتحط في بليس كبير هياخد ايه فاليو كبيره. مين السمولست ديجيت عندي اللي هو ال2 يتحط فين؟ يتحط هنا كده، لان التنسز ده جريتست ايه بليس فاليو. بعد كده الهندردز، البليس اللي اسمه هندردز ده بيدي فاليو سمولر ذان البليس ده. نحط بعد كده مين؟ نحط ال 5. بعد كده نحط مين؟ ال 7 زين ال 8. طب لو قال لي عايز ال greatest decimal fraction هنعكس الايه الترتيب ده. طيب يلا نعمل approximation لل nearest hundreds. ادي ال hundreds place. ال 7 تدي لل 5 1 تبقى 0.26. طب لو عايزين نعمل approximation لل thousands place تبقى كده. ال 8 هتزود ال 7 1 يديني 0.258. يلا اللي بعديها. يقول لي write the greatest decimal fraction which consists of زي contain اللي بيتكون من 6 و4 و3 و5 دي الديجيتس اللي هنكونه منه. وبعد كده approximate the nearest 1 over 10 and 1 over 100. 1 over 10 اللي هي الايه؟ اللي هي التنسز. 1 over 100 اللي هي الهندردز. يبقى بدل ما يقول لي 0.1 او 0.01 او يكتبها لي بالوردز، كتبها لي بالايه؟ بالفراكشن. طيب يلا نكون الديسمال فراكشن. بيقول لي فراكشن يبقى لازم اوله يكون ايه؟ زيرو. حط البوينت. ها جريتست ولا سمولست؟ بيقول لي جريتست. يبقى الديجيت الكبير يتحط في البيس الكبير، يبقى هنا نحط ال 6 زين 5 زين 4 وبعد كده ال 3. يلا نابروكسيميت للنيرست تنس. ادي التنسز بليس. ال 5 هتزود ال 6 1 تبقى 0.7. طيب لو عايزين نعمل ابروكسيميشن لل 100 بليس، ادي ال 100 بليس. ال 4 طبعا مش هتزود ال 5، يبقى النمبر ده ابروكسيميتد لايه؟ 6 زين 5. اللي بعد كده بيقول لي write the smallest decimal fraction. برضه بنتكلم على الديسمال فراكشن، يبقى 0 بوينت.
which consists of 2507 وعايزين نعمل approximation لل nearest 1 over 100 and 1 over 1000. نكون الاول الديسمال فراكشن. طيب عايز سمولست ولا جريتست؟ بيقول لي سمولست، يبقى نحط في نبدا بالايه؟ بالسمولست ديجيت. بنحط هنا 0 2 5 7. يلا ابروكسيميت لل nearest 100. ادي ال 100 بليس، ال 5 هتدي لل 2 1 تخليها 3 يبقى 0.03. طيب يلا نعمل ابروكسيميشن للثاوزندز، 0.0257 ال 2 هتزود ال 5 1 تخليها 6 يبقى ده ابروكسيميتد لايه؟ 0.026. اللي بعديها بيقول لي رايت 3 نمبرز اف وي ابروكسيميت ايتش اوف ذيم تو ذا نيرست هاندردز بيكمز ذا. اه ناخد بالنا بقى يا اولاد، يعني معنى كده ده اللي هينتج من الابروكسيميشن 12.25. والنمبرز بتاعتي بيقول لي 3، يعني في عندي نمبر هيجي لي من هنا وعندي نمبر تاني من هنا وعندي نمبر تاني، 3 نمبرز لازم يكون اولهم 12. طب انا لما اجي اعمل ابروكسيميشن للنيرست هاندردز بحتاج ديجيت هنا اشتغل عليه، يعني معنى كده انا عندي هنا 2 وعندي لازم دي هتفضل موجود. عندي حلين يا اولاد للمساله دي، ممكن اعملها ان النمبر يزود لي والنمبر ما يزودليش، يعني ممكن نخلي هنا كده 5 وهنا كده 5 وهنا كده 5 ودي اسهل طريقه، واقوم حاطط هنا 1 و2 و3. ال3 ديجيتس دول مش هيزودوا لي ال5، يبقى معنى كده ان ال 3 نمبرز دول لو عملت لهم ابروكسيميشن للنيرست هاندردز هيدوني مين؟ هيدوني النمبر ده. طب هل في طريقه ثانيه؟ اه ممكن نخلي الديجيت اللي مكان ال 5 4 والديجيت اللي هنا يزوده. يعني نخليها ازاي؟ نعمل كده، قلنا الانسر بتاعتنا هتطلع 12.25 وهو بيقول لي فايند 3 نمبرز اهم، ادي هنعمل ان هم 3 نمبرز اهم، هنخلي هنا 12 ادي اليونتس الهول وانز، هنخلي هنا كده 24 24 24، والديجيت اللي هحطه هنا هخليه يزود الايه؟ ال 100 بليس. ازاي؟ نحط مثلا هنا 6 7 8. يبقى في الحاله دي احنا هنعتمد ان الديجيت ده هيزود ال 4. لما اجي اعمل ابروكسيميشن هنا كده ال 6 تزود ال 4 1 تخليها 5 يبقى دي الانسر، ولما اجي اعمل ابروكسيميشن هنا ال1 مش هيزود ال5 تفضل ال5 زي ما ايه؟ زي ما هي. يبقى احنا لما جبنا المساله يا اولاد ناخد وقتنا في التفكير ونعرف ان المساله ممكن يكون ليها حلول كتير. ما ينفعش اول ما تجي المساله تقول انا مش هعرف اعملها وما ايه وما افكرش فيها، لا نشغل مخنا شويه. بروبلم 12 بيقول لي رايت 3 نمبرز اف وي ابروكسيميت ايتش اوف ذيم تو ذا نيرست ثاوزندز بيكمز ا نمبر. طبعا اللي فهم المساله اللي فاتت كويس هيقدر يحل معايا المساله دي بسهوله. انا عندي الانسر بتاعتي از ايه؟ 86.398. دي ممكن نجيبها عن طريق 3 نمبرز اللي هم ايه؟ ممكن نقول ان مش هيحصل عندي راوندنج اب، يعني النمبر ده هيفضل زي ما هو وكان في ديجيت هنا ما ادالوش 1. يعني اعمل كده 86.398 86.398. نحط هنا كده 1 و2 و3 و4 تنفع كمان. ليه؟ لما اجي اعمل ابروكسيميشن للنيرست 1000 ال1 عندي مش هيدي للايت حاجه، هتفضل دي زي ما هي. اوكي يبقى ال3 ديسمال نمبرز دول لما اجي اعملهم ابروكسيميشن للنيرست 1000 هيدوني ده. طيب نحلها ازاي تاني؟ هنقول كده ادي النمبر اهو ممكن يجي لي من كده، المره دي هنحط 7 على اعتبار ان الديجيت اللي هحط هنا هيزود لي ال 7. تمام، نحط هنا ايه بقى؟ ممكن ابدا بال 5 بس هنحط هنا 6 و7 و8.
ال 5 تزود وال 9 تزود. ايه اللي هيحصل هنا؟ ادي ال 1000 بليس اهو، ال 6 هتزود ال 7 1 تخليه 8 يديني ايه النمبر ده. يبقى انا عندي طريقتين، يا اما مش هيحصل راوندنج يا اما هيحصل راوندنج اب. يعني يا اما هنا النمبر مش هيزود يا اما هيزود، لو هيزود لازم اقلل النمبر اللي هو مدهوني، لو مش هيزود احط نفس النمبر ده وازود بليس واحط فيه ديجيتس ما تدينيش ايه 1. يلا نشوف اللي بعديها. بيقول لي given that مديني x و y، بيقول لي find x plus y approximating the sum to the nearest hundreds، وبعد كده بيقول لي estimate the sum و is your estimation acceptable و explain. يلا نحلها واحدة واحدة. أول حاجة بيقول لي find x plus y، يلا نجيب x plus y. أدي x plus y equals 13.452 plus هنا 7.273 which equals to 2 plus 3 يديني 5 plus 7 12 2 وحن carry up 1 1 و 4 is 5 plus 2 يديني 7 hot decimal point 3 plus 7 10 0 carry up 1 1 plus 1 يديني 2. بعد كده بيقول لي approximate sum to the nearest hundreds، ادي ال hundreds اهو، ال 5 هتزود ال 2 1 تخليها 3، يبقى ده approximated لايه 20.73. كده احنا خلصنا اول جزء في المساله اللي هو ايه اللي هو طالبه ده. بعد كده بيقول لي ايه؟ بيقول لي استيميت ذا سام. احنا اتكلمنا قلنا انا في الاستيميشن بنجلكت الفراكشن، يعني ايه؟ ما بحطش الفراكشن في حساباتي. عشان نعمل فاست اوبريشن هنشتغل بس على اليونتس، يبقى ذا استيميتد سام او الاستيميشن اوف ال x بلس ال y هي ايكوالز ايه؟ ال x هقول ان هي ايكوالز 13. ليه؟ لان انا عندي الفراكشن هنا عندي صغير. انا عندي الفراكشن لو كانت ال 4 دي 5 كنا هنعتبر ان ال 13 14، لكن النمبر ده كده يتعمل له راوندنج داون. طب كذلك 7 بوينت والفراكشن بادئ بايه؟ ب 2، يبقى ال 2 عندي مش هتزود ال 7، يبقى يتعمل لها راوندنج داون، يبقى بلس الايه؟ بلس ال 7. يعني عشان اعمل استيميشن اول ما ابص بعيني على طول اخد ال 13 واخد ال 7، 13 بلس ال 7 يديني كام؟ يديني 20. كده احنا طلعنا الاستيميشن. نيجي بقى للسؤال بتاعنا، از يور استيميشن اكسبتابل اند اكسبلين، هل الاستيميشن بتاعي ده سليم ولا مش سليم؟ ناخد بالنا بقى في المساله دي. احنا اتفقنا لما بنعمل استيميشن للنيرست يونت ده كده استيميتد to the nearest unit. يعني ايه؟ يعني الفراكشن ماليش دعوه بيه، في عندنا استيميشن للنيرست 10. يعني النمبر بيبقى 10 20 30 40، يعني ال 13 دي هخليها 10، احنا ما عملناش كده، احنا عملنا استيميشن لليونتس. طيب لما يكون النمبر ده استيميتد للنيرست يونت، اليونت دي الفاليو بتاعت البليس اللي فيها بيديني ايه؟ بيبقى تايمز 1. يعني اليونت دي بتعمل لي تايمز 1، يعني اليونت كلها كام؟ كلها 1. طيب هاف اليونت بكام؟ ب 0.5. يبقى لو الدفرنس بتوين الاستيميتد فاليو والاوريجينال فاليو 0.5 او اقل منها يبقى الاستيميشن از اكسبتبل. طيب لو كانت اكبر منها يبقى الاستيميشن از نوت اكسبتبل. اوكي؟ طبعا احنا في جريد 4 ما كناش بنوضح الكلام ده، كنا بنقول ان لو الانسر از كلوزر يبقى خلاص الاستيميشن اكسبتبل، وكانت كل المسائل اللي بنحلها بنقول عليها الاستيميشن اكسبتبل. وطبعا الكلام ده مش مظبوط، يعني معنى كده اي واحد يطلع اي حاجه نقول الاستيميشن اكسبتبل، ولازم يكون في قاعده، لازم يكون في قاعده، والقاعده بتتحدد على حسب الفاليو بتاعه البليس. طيب يلا نجيب الديفرنس. يبقى عندي هنا الديفرنس. ليه بنجيب الديفرنس؟ عشان نشوف الاستيميشن اكسبتبل اور نوت. هي ايكوالز ايه؟ فين الجريتر فاليو؟ اهي، يبقى 20.73، الكلام ده ماينس ال 20. نعمل بالانسنج، نحط 0 0، يلا نعمل ديفرنس 3 ماينس 0 يديني 3، 7 ماينس 0 يديني 7، نحط ديسمال بوينت 0 ماينس 0 يديني 0، و2 ماينس 2 يديني 0. يبقى انا عندي هنا الديفرنس بتوين الاوريجينال فاليو والاستيميتد فاليو طلع اكبر من الايه؟ من الهاف
بتاع الفاليو بتاعت البليس. اه ما ينفعش كده. كده يبقى الاستيميت از نوت اكسبت. يبقى الانسر بتاعتنا ذا استيميشن از نوت اكسبتابل واي. ليه؟ بيكوز ال 0.73 is greater than 0.5. تمام؟ وكنا شرحنا في الدرس قلنا ايه السبب. لما بعمل عملية استيميشن لنمبرز وبيحصل لها راوندينج في نفس الدايركشن بيبقى الاستيميشن في الغالب not acceptable. زي هنا التو نمبرز نزلوا، النمبر ده نزلناه وده نزلناه، لكن لو كان ده تعمل له راوندينج اب وده راوندينج داون كان هيبقى الاستيميشن بنسبة كبيرة اكسبتابل. يلا نشوف اللي بعد كده. بيقول لي given that، مديني L ومديني M. بيقول لي estimate the sum then compare your estimation with the sum to the nearest thousands. يعني هنحل المسألة دي زي اللي فوق بالظبط. طيب يلا نجيب L plus M، هيبقى عندي 62.3724 plus 32.7285 equals 4 plus 5 يديني 9، 2 plus 8 يديني 10، 0 هنكاري up 1، 1 و 7 8 plus 2 يديني 10، 0 هنكاري up 1، 1 و 3 is 4 plus 7 يديني 11، 1 وهنكاري up 1، 1 و 2 3، 3 و 2 يديني 5، و 6 و 3 يديني 9. عايزين نعمل approximation لل nearest thousands اللي هيديني 8، ده كده هيدي لل 0 1، يبقى هنا 95.101. يبقى ده الاوريجينال سام ابروكسيميتد للنيرست 8000. طيب يلا نعمل استيميشن. هنعمل كده استيميتد ال بلس مين بلس ام يديني ايه. ال عندي بكام؟ اتفقنا ان احنا هنشتغل هول وانز، ماليش دعوه بالفراكشن بارت خالص، يعني هركز على ده وماليش دعوه بالفراكشن بارت، بس ببص بعيني على الفراكشن بارت لقيته هيزود لي اليونتس، ندي لي اليونتس 1. هل ال 3 تزود ال 2؟ لا مش هتزود ال 2، يبقى على طول بعتبر ان ال L 62. اوكي؟ بلس يلا ال M، ادي الهول وانز وادي الفراكشن بارت. الفراكشن بارت كبير ولا صغير؟ لا كبير، لانه بادي عندي ب 7. ال 7 هتزود ال 2، يبقى انا هعتبر ان الفراكشن بارت هيزود الايه؟ اليونتس بارت. يبقى انا عندي هنا 33. اللي هو هيدينا كام؟ 2 بلس 3 يديني 5 و6 بلس 3 يديني 9. يبقى احنا كده عملنا استيميشن للسم. طب يلا نشوف هل السم اكسبتابل ولا مش اكسبتابل. هو طالب مني الكلام ده؟ اه طالب، اللي بيقول لي كده زين كومبير. يعني ايه كلمه قارن؟ بيقول لي كومبير. كومبير دي يعني لازم اقول له اكسبتابل ولا لا. طيب يلا نشوف هنعمل ازاي الكومباريزون. لازم اجيب الديفرنس. من عندي الديفرنس ايكوالز مين الكبير؟ ده الكبير، يبقى 95.101 كلام ده ماينس 95. يلا نعمل بالانس. هيديني كام؟ هيديني هنا 1 ماينس 0 يديني 1، 0 ماينس 0 يديني 0، 1 ماينس 0 يديني 1، ديسمال بوينت تنزل، 5 ماينس 5 يديني 0، و9 ماينس 9 يديني 0. طبعا مش هنكتبها عشان مش هنحط 2 زيروز على الليفت. يبقى دي الفاليو بتاعتي اللي هي ما بين الاستيميتد والسم. طب يلا نشوف ده مقبول ولا مش مقبول. احنا قلنا طالما هنشتغل على نيرست يونت يبقى هنقارن مع مين؟ مع ال 0.5، لان هي نص الفاليو اللي بيديها لي هذا البليس. طب احنا لو كنا شغالين للنيرست 10، يعني ايه النيرست 10؟ يعني دي بدل ما هي 62 هنخليها 60، ودي نخليها 30، يعني مالتيبلز اوف 10. يبقى كنا هنقارن بالايه؟ كنا هنقارن بال 5. هشوف هقارن الديفرنس بال 5. طيب يلا نشوف هنا هل ده جريتر ذان ده ولا لس؟ لا لس ذان ده. طالما لس ذان ده يبقى الاستيميشن على طول اكسبتابل. يبقى ذا استيميشن نكتب كده ذا استيميشن از اكسبتابل. ليه؟ بيكوز ال 0.101 is less than 0.5، ومعنى ان هي less than يبقى it's closer to
the original sum. تمام يا اولاد؟ طبعا المسالتين دول مهمين جدا، بروبلم 13 و 14 اللي هيفهمهم كويس هيفهم الاستيميشن. طيب اشمعنى 14 طلع السم اكسبتابل؟ زي ما قلت لكم قبل كده، لو عملنا واحده راوندنج اب وواحده راوندنج داون بنسبه كبيره المساله بتبقى اكسبتابل، زي هنا كده ال 62 تعمل لها راوندنج ايه؟ راوندنج داون، لكن هنا دي عوضتها عملتها راوندنج اب، فقدرنا نقلل الفروقات في الاستيميشن. يلا مع بعضينا نشوف مسائل الورد بروبلمز. بيقول لي complete the capacity of a Coca-Cola bottle equals 0.192 liters. دي approximated لهاو ماني liters؟ بس ناخد بالنا بيقول لي to the nearest hundreds. لو قال لي liters كده وسابها هضطر اعمل approximation لليونت، هيبقى ال1 مش هيدي للزيرو حاجه، هتبقى زيرو. لكن هو بيقول لي للنيرست hundreds يبقى لحد الايه؟ البليز ده. ال2 مش هتزود الايه؟ ال9، يبقى 0.90. اللي بعديها بيقول لي a micrometer is a device used for precise measuring، يعني بقدر اقيس بيه الحاجه بدقه قوي، يعني لزان المليمتر. يعني يا اولاد المليمتر اللي على المسطره، الميكرومتر بيقيس حاجات اقل كمان. it's used to measure the thickness of a paper and it was 0.138 millimeter، يعني البيبر بتاعتنا التخانه بتاعتها او السمك بتاعها هو بيقدر يقيسها كمان. طيب the thickness of the paper is approximated to how many millimeters؟ وهنا عايزين نعمل approximation للnearest hundreds، اهو نقف عند ال 3، ال 6 طبعا هتدي لل 3 1، يبقى 0.14. اللي بعديها بيقول لي the length of a cell measured by a microscope equals 0.3527 millimeter. دي approximated لهاو ماني مليمترز؟ بس عايزين نعمل approximation للنيرست 1000، ادي ال 1000 بليس اهو. ال 7 طبعا هتدي لل 2 1، يبقى 0.353. اللي بعد كده بيقول لي each tablet contains some ingredients، يعني كل حبايه من دول بتاع الدواء متكونه من بعض المكونات as shown in the table below. وادي الايه؟ التيبل اللي بيوضح لي المكونات بتاعت الايه؟ حبايه الدواء دي. كومباوند يعني الحاجه اللي انا بصنع منها الايه؟ الدواء. في عندي 3 كومباوندز، الويت ده الوزن بتاع كل واحده من دول. هنا الويت ابروكسيميتد تو ذا نيرست ثاوزندز، يبقى انا هعمل ابروكسيميشن هنا للنيرست ثاوزند. ادي ال 3، ال 2 مش هتديها حاجه، يبقى ده 0.003. وهنا كده ال 6 هتزود ال 4 تخليها 5، يبقى 0.055. والاي وال 7 ال 9 هتزودها 1 تبقى 8، يبقى 0.138. بروبلم 16 بيقول لي احمد بوت سام ستاف فروم ا شوبينج سنتر، احمد دخل هيشتري بعض الحاجات من الشوبينج سنتر. كان يو استيميت ذا توتال اوف وات هي بيد ان ايجيبشن باوند ابروكسيميتنج ايت to the nearest 10 pounds، وعايزين نعمل approximation للnearest 10 pounds. وبيقول لي make sure that your estimation is acceptable for the actual sum. طيب يلا نعمل estimation. زي ما اتعودنا في الاستيميشن انا ماليش دعوه بالايه؟ بالفراكشن، ببص عليه بس، لو هيزود اليونتس نزودها، مش هيزودها خلاص. طيب يلا نعمل الاستيميشن هنا. هنا 15.25، ال 2 طبعا مش هتزود ال 5، يبقى السوب هنقول ان هو ايه؟ اشتراها ب 15. يلا هنا ال 7 هتزود، يبقى 69. وهنا ال 7 هتزود، يبقى 65. طيب 98، هنا ال 2 مش هتزود، تفضل زي ما هي 98. 107.5 تبقى 171. 28.25 تبقى 28. تمام؟ يبقى دول كده الاستيميتد برايسز عشان يحسب بسرعه، هو عند الكاشير عايز يحسب، مش هيبص بقى للفراكشنز دي، بعينيه على طول قال ده كده الفراكشن ده لسه خلاص انا هسيبه وهاخد اليونتس، ده كده الفراكشن كبير شويه نزود هنا 1 يلا، وده الفراكشن كبير شويه نخلي 65 عشان يعرف يحسب بسرعه. طيب يلا نشوف الاستيميشن ده كله بكام. ذا استيميتد فاليوز ار، او برايسز ار ايه بقى؟ 15
بلس 69 بلس 65 بلس 98 بلس 171 بلس 28. نعمل لهم صم ازاي دول؟ اليونتس كلهم نحطهم على بعض ازاي؟ ناخد بالنا في الحاجات اللي زي دي لما بيكون عندي ديجيتس كتيره وعايز اعمل لها صم، احاول ابص كده واخدهم اتنين اتنين. يعني ايه اتنين اتنين؟ يعني بص كده، نبص كده، ال9 وال1 يديني 10 وال5 وال5 يديني كام؟ 10. يبقى كل دول كده بعيني عرفت ان هم 20، و8 و8 16 ومعايا 20 يبقى 36 على طول. بلاش بقى نقعد نقول ايه 5 بلس 9 14، يلا نكاونت على ال14 5 15 16 17 18 19 واجي على 19 احط عليها 8، هتبقى صعبه. يبقى احنا هنا بنطبق اللي خدناه السنه اللي فاتت، ان انا ابدا بالتو ديجيتس اللي يديني اولهم 0. يبقى كل اليونتس هيديني 36، يبقى 6 وهنكاري اب 3. 3 و1 يديني 4، 4 و6 يديني 10. 10 و6 16، 16 و9 هنكاونت على ايدينا 16 و9 يديني 25. 25 ومعايا 7 32 بلس 2 34، يبقى 4. وهنكاري اب 3 نحطها كده فوق ال1 عشان ده النمبر الوحيد اللي فيه الهندردز بليس. يبقى انا عندي 3 بلس ال1 يديني 4، طبعا باونس. هو بيقول لي اعمل بعد كده استيميشن للنيرست ايه 10 باونس. ادي ال10 بليس، ال6 هتزود، يبقى ده از ابروكسيميتد تو ايه 450 باونس. طيب ناخد بالنا احنا عملنا ابروكسيميشن لايه؟ للتنس بليس. يبقى معنى كده ان انا لما اقارن الاستيميتد فاليو بالاوريجينال فاليو هقارنها عن طريق البليس ده. طب الفاليو بتاعت البليس ده عباره عن ايه؟ عباره عن تايمز 10. يعني اللي بيتحط في البليس ده بياخد فاليو بالتايمز 10. يعني ال1 في البليس ده بيبقى كام؟ بيبقى 10. يبقى الديفرنس ما ينفعش يزيد عن كام؟ عشان يكون الاستيميشن اكسبتابل نص ال10. هاف ال10 كام؟ 5. ده اللي هيخليني احكم اذا كان الاستيميشن مقبول ولا لا. طيب نعمل ايه دلوقتي؟ نجيب الاكشوال سم. هي ايكوالز ايه؟ نحطهم كله 15.25 بلس 68.75 الكلام ده بلس 64 0.75 98.25 كلام ده بلس 170.5 هنحط طبعا 0 عشان نعمل بالانسنج. كلام ده بلس 28.25 اللي هو هيدينا الاتش 5 و5 10 و5 و5 يبقى 20 وعندي 5 25 عندي هنا 5 وهنكاري اب 2 2 2 4 و7 يديني 11 وعندي 7 يديني 18 18 و2 20 وعندي هنا 5 و 7 يبقى 27 يبقى عندي هنا 7 وهنكاري اب 2. ناخد بالنا 2 5 7 7 و 8 15 15 عندي و 4 19 و 8 27 وعندي هنا 0 يبقى برضه 27 و 8 يبقى 35. نحط هنا البوينت وعندي هنا 5 وهنكاري اب 3 1 4 و 6 يبقى 10 16 ويبقى كده عندي 25 25 و7 32 32 بلس 2 يبقى 34 4 وهنكاري اب 3 نحطها هنا 3 1 يديني 4. يبقى هو ده الاكشوال سم. طيب ناخد بالنا بقى عايزين نحكم الاستيميشن كويس ولا لا. يبقى نجيب الديفرنس. يبقى الديفرنس از 450 ماينس 445.75 ايكوالز ايه؟ نعمل بالانسنج. 0 ماينس 5 ما ينفعش، هنبور 1 دي كده هتبقى 4 وهنا 9 9 زين 10 10 ماينس 5 يديني 5 9 ماينس 7 يديني 2 9 ماينس 5 يديني 4 4 ماينس 4 يديني 0 و4 ماينس 4 يديني 0 باوند. ناخد بالنا بقى هل 4.25 جريتر ذان 5 اور ليس ذان 5؟ ليس ذان 5 يبقى على طول الاستيميشن از اكسبتابل. يبقى اور استيميشن is acceptable. ليه؟ because
ال 4.25 is less than ال 5. يلا نشوف اللي بعد كده. بيقول لي a road extends for 74,389 meters. Find its length in kilometer approximating the result to the nearest hundreds. طبعا ده بالمتر عشان احوله للكيلومتر نعمل divided thousand. يبقى the length in kilometer equals 74,389 divided 1000 هو هيديني 74.389. يلا ابروكسيميت لل 100s. ال 9 تدي ال 81 هيديني 74. كيلومتر. بروبلم 18 بيقول لي 2 pieces of cloth of length 285.95 meter and اللينس ده find the sum of the lenses of the two pieces approximating the result to the nearest 1/100. طبعا مسألة سهلة جدا. هنعمل sum الأول. يبقى هنقول كده the sum equals 285.95 كلام ده plus 382.275. طبعا انا سبت كده سبيس لان انا شفت بعيني ان دي 3 ديجيتس وهنا 2 ديجيتس. سبت سبيس عشان اقدر اعمل بالانس فيها. يبقى هتيكوالز معناها الاتي 0 بلس 5 يديني 5 بلس 7 12 2 كاري اب 1 1 و 9 10 و 2 12 2 كاري اب 1 1 و 5 6 بلس 2 يديني 8 وعندي هنا 8 و 8 16 6 اللي هاف 1 1 و 2 3 بلس 3 يديني 6. طبعا ده بالمتر. بيقول لي اعمل ابروكسيميشن ان ريست 1 اوفر 100 يعني ال 100s. ادي ال 100s بليس اهو. ال 5 هتدي 1 لل 2 يبقى الابروكسيميتد فاليو از 668.23 متر. اللي بعديها بيقول لي اتريدر هاد 20 كيلوغرامز اوف تشيز. يعني عندي تاجر او بائع عنده 20 كيلوغرامز من الجبنه. اف هي سولد 10.25 كيلوغرام in the first day and 5.355 kilogram in the next day. How many kilograms were left? هناخد بالنا يقول لي were left مش هو باع قد ايه، ده عايزين اللي بقى. Approximating the result to the nearest hundreds. يبقى الاول لازم اعرف هو باع قد ايه. يبقى he sold 10.25 كلام ده بلس. انا سبت سبيس عشان شفت بعيني 3 ديجيتس هنا 5.355. حط هنا 0. 0 بلس 5 يديني 5. 5 بلس 5 10. 0 كاري اب 1. 1 و 2 يديني 3 و 3 يديني 6. حط ديسمال بوينت. 0 و 5 يديني 5. 1 وهنا ما فيش حاجه يعني 1 يبقى ال 1 ينزل. طبعا ده بالكيلوغرام. يبقى الاماونت ليفت هت equals ايه؟ ال 20 كيلوغرامز كلهم minus 15.605. نعمل بالانس. 0 minus 5 مش هينفع، هنبور 1 منين من ال 2 ديت؟ تبقى كام؟ تبقى 1 وكل الزيروز in between تبقى 9 واول واحد 10. 10 minus 5 يديني 5. 9 minus 0 ب 9. 9 minus 6 ب 3. 9 minus 5 ب 4 و 1 minus 1 يديني 0. الكمية دي بالايه؟ بالكيلوغرام. يلا نعملها ابروكسيميشن للنيرست 100s. هنا ال 5 هتزود ال 9 1 يبقى الكمية دي ابروكسيميتد لايه؟ ل 4 بوينت. طبعا ال 9 لما تاخد 1 تبقى 10. حط هنا 0 ونكري اب 1 دي تبقى 4 يبقى 4.40 كيلوغرام. يلا مع بعضنا نشوف مسائل التشالنج. يقول لي complete with suitable digits. هنا هنحط digit. المفروض بعد ما احط الديجيت ده لما اعمل approximation للنمبر ده للنيرست 100s يديني ده. نبص بعينينا بقى. هنا لقينا ايه؟ لقينا 9.
طيب انا كده كده لما اجي اعمل ابروكسيميشن للنيرست هاندردز هو ده البليس اللي هشتغل عليه. نبص كده ال8 هتعمل ايه؟ هتزود الديجيت ده 1. طب ده لما زاد 1 بقى ايه؟ بقى 9. يبقى هنا كان موجود ايه؟ كان موجود 8. يلا اللي بعديها. ايه اللي كان موجود هنا؟ عشان نعمل ابروكسيميشن للنيرست ثاوزندز يديني النمبر ده. طيب انا المفروض ال6 هنا هتزود ده 1. طب ده لما زاد 1 بقى كام؟ بقى 3. يبقى هو في الاصل كان كام؟ كان 2. يلا اللي بعديها. هنعمل ابروكسيميشن للنيرست ايه؟ ثاوزندز. يبقى هنشتغل على الديجيت ده. ال6 هنا هتزود ده 1. لما تزوده 1 بقى كام؟ نيجي نبص هنا بقى 7. يبقى هو في الاصل كام؟ في الاصل 6. طب ده نعمل ايه؟ نحط اي حاجه؟ ها نحط اي نمبر هنا ولا نحط ده؟ ما قدامي اهو ال3. يلا اللي بعديها. مساله جميله ديت. عايزين نعمل ابروكسيميشن للنيرست هاندردز ويطلع كده. طب فين الهاندردز بليس؟ اهو هو ده. طيب ال5 المفروض هتزود ده ايه؟ تزوده 1. لما تزود ده 1 هيبقى كام؟ نبص بعينينا ده بقى 0. الله، امال ده يبقى ايه؟ مين اللي قبل الزيرو؟ لا ناخد بالنا، ده بقى 10 مش 0. يبقى في الاصل ده يبقى 9. تمام؟ وال9 دي لما هتاخد ال1 تبقى 10. هنكتب 0 ونكاري اب 1 هنا. ال1 ده لازم يكون فيه هنا 9 عشان يديني 0، ونكاري اب انذر 1 على ال9 تديني 0، ونكاري اب 1 تديني 2. طبعا المساله دي حلوه وعايزكم تفهموها كويس. وبكده يا اولاد يبقى خلصنا اول ليسون. ليسون جميل جدا، كملنا فيه بقيه دروس الابروكسيميشن اللي احنا كنا واخدينها في جريد 4، تعرفنا ازاي نعمل استيميشن. يا رب تكونوا فهمتوا الدرس كويس، وبالتوفيق لكم ان شاء الله.